بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبشر، والذي يعرض على قناة الأيام المباركة. بالتالي مشاهدينا الكرام، احنا مثل ما تشوفون في الحلقات السابقة انتقلنا في مناطق كثيرة ومحافظاتنا العراقية العزيزة. كنا في بابل، انتقلنا إلى واسط، اليوم في بغداد، ونحاول جهد الإمكان أنه نسلط الضوء على الكثير من الهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي، وأكيد الخدمات اللي يحتاجها المواطن العراقي، المواطن العراقي اللي ضحى، المواطن العراقي اللي راح انتخب، المواطن العراقي اللي قدم كل شيء، اللي وقف ضد داعش، اللي يعني وقف الحكومة مثل ما يقول ونجح الدولة. بالتالي مع الأسف احنا عندنا من المؤشرات على منجز المؤسسات الحكومية أنه أكو هنالك أخطاء وتلكؤات، أكو منها غير مقصودة وأكو منها مقصودة، وأكو من عندها بيها فساد، وأكو بيها سرقات، وأكو بيها إهمال، مع كل الأسف عموما. وإحنا اليوم في بغداد في التاجي، منطقة أم العظام. أوكي، ليه جينا لهذه المنطقة؟ أيضا أكو مرشح، وهذا المرشح راح أعرفكم عليه، شخص هو يعني عضو مجلس محافظة سابق، وإلى من المقترحات وكذلك البحوث التي لو طبقت بالله العظيم وجه العاصمة يختلف. بس ما أعرف ليش الجهات المعنية ما أدري شو يسوون، ما أدري شو ينتظرون. يعني إحنا إلى متى نبقى هسه من جينا من مركز العاصمة لحد المنطقة هنا بالتاجي، منطقة أم العظام، من تباوع كله عشوائي، شي ما يشبه شي. التبليط مو زين، هسه مطرة الدنيا ألف الحمد لله والشكر أكبر، تبليط وينه؟ غير المفروض التبليط اللي من تشتغلوه عمره طويل، عمره الافتراضي طويل، يصير هاك تحفر والحصو مال تبين والمعرف شنو. هاي من تسأل المختصين اللي ما مشتغلين بهذا المكان، مشتغلين بغير مكان، مهندس يقول هذا ليش تبليط، يقول لك نوعية التبليط مو زينة، ما مستخدمين مادة فلانية، ليش ما تستخدموها؟ مو هسه يجاوب ذاك المهندس اللي ربما اشتغل هنا يقول له هسه مو زين بنلطانهم مثلا. يعني عملية كلها تلزيق بتلزيق، فماكو هيك شيء. يعني من اشتغل لو اشتغل صدق، لو احاول انه اخر الشغل لحد ما اجيب شركه رصينه تشتغل بطريقه صحيحه، وبالتالي تبليط صحيح. هاك هذا شنو هذا؟ وطيانه وكذا ومجاري ماكو، متاكد انا. على كل، خلي اعرفكم شخص راح يحكي لنا على المنطقه ويعطينا نبذه مختصره عنها واحنا وين بالضبط. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك. الله يخليك. الله يحفظك. ممكن تعرفنا من حيدر الرحيم، رئيس مجلس محلي سابق ورئيس لجنه خدمات في التاج الجديد، ناحيه التاج الجديد. احنا اليوم في قضاء التاجي، قضاء التاجي يتكون من ثلاث نواحي، اللي هي ناحية التاج الجديد المركز اللي احنا حاليا فيها، وناحية السبع البور، وناحية الحماميات ما بعد ذراع دجلة شمالا. اليوم احنا في حي الشهداء مقاطعة 24 ابو عظام. بصراحة الفترة اللي راحت من خلال تولينا زمام الامور والحكم والحكومات المحلية اللي موجودة، كان تعشيق وتنسيق عمل مع مجلس محافظة بغداد اللي هي الراعي للمشاريع، ومحافظة بغداد باعتبار الذراع التنفيذي لمجلس محافظة بغداد. كان اكو توسع للقرى اللي موجودة هنا، موجودة اكو خدمات، اكو شبكات ماء، اكو شبكات كهرباء، تباليد صارت امتدت للقرى اللي توسعت من خلال وجود الحكومة المحلية اللي موجودة، اللي توقفت في 2019. لكنه مو بالمستوى المطلوب، مو مستوى الطموح. لأنه ليش مو بالمستوى المطلوب؟ مو كانت أكو فلوس دا تنصرف؟ مو المفروض يعني يتم اختيار المقاولين اللي يشتغلون بشكل صحيح، عندهم مهندسين من يباشرون بطريقة صحيحة؟ مو احنا هم ملينا بصراحة أستاذ، الله يحفظك. اعذرني يعني، اعذرني بس يعني إلى متى؟ وياكم هذا الطرح، لكنه مع الأسف كان أكو تشتت بالآراء، يعني من خلال المحاصصة اللي موجودة عيني، وغياب الاستراتيجية بالعمل، يعني موقف الاستراتيجية. أضاف لهذا اليوم إحنا أطراف بغداد نفتقر إلى المجاري،
وهاي اهم فقره يعني. تفتقر الى شنو؟ المجاري، قضيه المجاري. المجاري لانه تعرف احنا هنا يعني ما مربوطه مناطقنا بوحدات تصريف صحي ثقيله يعني. الكاظميه بعيده علينا عيني، باقي المناطق بعيده علينا الشعله، لانه ما نقدر نربط مناطقنا بالصرف الصحي. ما تقدر تسويها معزوله مثلا؟ معزوله؟ ما تصير، لانه احنا اعتمدنا على البزول في تصريف المياه الخفيفه بوقتها يعني. لهذا تشوف مشاريعنا كانت مو بالمستوى المطلوب، رغم ما وجود اكو مشاريع يعني بوجود الحكومات المحليه. توقفت الحكومات المحليه في 2019، غابت حلقه الوصل بين المواطن وبين الحكومه المحليه. المواطن صار ما يعرف وين يروح، بينما كان ابو المجلس المحلي بالشارع وياه بالشارع، يشوفه بالشارع ممكن، او عن طريق اتصال هاتفي، او عن طريق مناسبه يحضر وياه يناجده بهمومه واللي موجود شنو بالمعاناه المناطق اللي موجوده. حاليا بغياب مجالس محافظات بصراحه صرنا نفتقر الى غياب حلقه مهمه، وهي حلقه تقديم الخدمات للمواطن، بالخصوص اطراف بغداد. احنا ما تابعين الى امانه بغداد، خدماتنا عن طريق محافظه بغداد، فلهذا صار تلكؤ بهاي الفتره يعني. جاي تشوف بعينك سوء الخدمات. كم بيت هنا؟ سوء الخدمات هنا 600 بيت، وتعرف انت تضخم العوائل بعدم حلحلة مشكلة السكن قسمت الناس، والزراعة شوية هم طلعت شوية يعني خدم الناس، لأنه طلعت من المنطقة الحضرية طلعت للزراعي، فهاي مناطقنا اليوم موجودة. احنا تفتقر لأبسط الخدمات. هنا أنا مجاري ماكو؟ مجاري ماكو، بلدية كهرباء اكو؟ بلدية ماكو، كهرباء شبكات سالة ماي اكو؟ كهرباء شبكات منتهارية من الثمانينات، هاي شبكاتنا اللي موجودة من الثمانينات ومن السبعينات، غابت عن التخطيط الاستراتيجي لوزارة الكهرباء. بعد وين كانوا كل هاي السنين يعني؟ وين كانوا؟ غير المفروض اكو تنسيق بين المجلس المحلي وبين وزارة الكدوائر وزارة الكهرباء. يعني استاذ احنا تعرف ما بعد السقوط مناطقنا عبارة، اذا تيجي عن الشارع عبارة عن اتربة يعني. اتربة عبارة عن اتربة، شبكات ماكو، كهرباء متهرية بذاك النظام. تعرف يتوسطون اذا محافظ يصير له مزرعة هنا عندنا، وعندنا شاهد اذا تريد اخذك عليها، اذا محافظ او تكريتي او من الحاشية ماكو من النظام المقبور، يمدون له شارع تبليط عبارة عن 3 أمتار لحد المزرعة مالته، اللي هي يجي وقت الخميس يلهو بها عيني، سوى حفلات ينشي حفلات بها. ومناطقنا تفتقر إلى التبليط ولا شبكات الماء ولا. لهذا من صارت الحكومات المحلية، أولا قلت لك إحنا اليوم أساس المناطق ونجاح الخدمات عليك، نجاح الخدمات هي المجاري الثقيلة، فلهذا ما عندنا مجاري عيني. ومن صرنا بالحكومات المحلية اشتغلنا يعني بأبسط المقومات، يعني صرنا نمد شبكات ماء، صرنا إذا منطقة محولة ما عندها نوصلها محولة، تبليط أيضا صار تبليط، وما صار لا موجود هسه مناطقنا صار تبليط فيها، بس لكنه أنت اليوم هذا التبليط يراد لبنى تحتية حتى تصير ديمومة. هذا اللي صار بوقتها. وحاليا المواطن قلت لك يفتقر الى اقرب حلقه له وافضل حلقه له بالنسبه له هي الحكومات المحليه ومجالس المحافظه. انا اشكرك جدا. شكرا. السلام عليكم. شلونكم؟ عين شلون صحه ان شاء الله. قول لي كم مدرسه هنا اكو؟ هنا تقريبا 100. هنا اربع مدارس. هنا اربع مدارس. بما انه حي الشهداء الطاب والصرف، تدري احنا مشاكلنا اللي عانينا من عدها وهي وزاره التربيه هي استحصال الموافقات على الاراضي. يعني اكو صاروا متبرعين عندنا، بس لكنه فد عمل روتيني ممل، بحيث احنا من وزاره التربيه من كنا يعني نجيب المتبرع ونعطي التربيه، يا بهذا الرجل تبرع جزاه الله خير قطعه ارض على انه ننشئ عليها مدرسة ثانوية أو ابتدائية وإحنا بحاجتها. من يروح يمشي المفروض هو يمشي بإيده طبعا، رجل متنازل عن أرضه بكذا مبلغ،
يروح المفروض هو بايده يعرقلون الامور وفد روتين مهم. أربع مدارس. لهذا احنا ركزنا المدارس صارت في الحي المنتظم يعني هذا اكو بمساحات كانت جي. للتربيه بنينا بمدارس واربع مدارس اليوم موجوده ثانويه. شنو وضع هاي المدارس؟ والله والله مو ذاك الوضع، يحتاج تطوير ويحتاج ترميم ويحتاج اضافه صفوف. تعبانه؟ تعبانه المدارس كلش، ما جاي والله ما جاي يوفرون كل شيء. لا يوفرون رحلات، لا يوفرون معلمين، ماكو. والله. انت داوم بالمدرسه هاي؟ اي انا داوم. يا صف؟ صف ثاني. ثاني متوسط؟ ايه. اي؟ ماكو ما يوفرون. ما عندك رحله تقعد بيها؟ ماكو رحلات لو مكسره لو مهجومه. كم واحد وياك بالرحله؟ يمكن احنا نقعد حتى أربعة صاروا بالرحلة. عجيب. 75 طالب حتى يصيرون بالصف. وشلون تفتهم؟ والله ما ادري هيجي شلون ما كان يطب لك المعلم يقول يومك صباح لو مساء؟ انا صباحي. من يا ساعة ليا ساعة؟ من الساعة من 8 لل 12. من 8 ل 12. تلحق على الدروس؟ ما ما تلحق هيجي شلون ما كان. المدرس من يدخل يشرح مادة يلحق لو؟ هيجي شلون ما كان سكت ويشرح شلون ما كان يطلع. وانت شلون؟ شو اسمك انت؟ حسين. ها شو يسمون المدير؟ هذا المدير يسمونه. اي شو يسمونه؟ يسمونه انت شو يسميه؟ ما اعرف. شو يسميه؟ لا ما اعرف بس هو شو يسمونه؟ باد بوي. باد بوي هو اسمه باد بوي يعني شنو؟ باد يعني مو زين. اي باد بوي. او حشاك. اي والله. انت ما اعرف يعني بس هي مرحلة عمرية لازم الانسان يمر بيها. انت كاتب. نشرف بيهم. والله نعالم من النسوان. نعالم من النسوان. بس تعالي من ليش مو على باب الله يشتغلون؟ والله كلها ربع 500 بربك. ربع 500 اي شيء منين يجيبون هذا شو يسوي؟ تاخذنا بجوه تقول تاخذك المكه تعطيك يلا بالتوفيق. اذا المشاهد الكرام مثل ما شفتوا يعني يبدو انه هذه المنطقه يعني بيها شغل، مو ما بيها شغل، بيها شغل ولكن يعني اكو معاناه كثيره اسوه بالمناطق الاخرى، وهذا اللي دائما نركز عليه ونقول عليه انه يا جماعه ارجوكم لما تريدون تسوون فد تبدون بمشروع معين في منطقه معينه المفروض اجي احسبها واشوف المهندسين الموجودين واختارهم ودراسه جدوى. انا من اريد ابلط هذا الشارع احسب ايش قد يكلفني، من هي الشركه اللي راح تشتغل بهذا الشارع، شنو منجزاتها، مو من مقاول المقاول، وهذا يصير ترسو عليه شو يسوي؟ يروح يبيعها وهذا يبيعها لهذا وهذا يبيعها لها، بالاخير يجي مقاول تعبان شلون ما كان مثل ما يقول يخبزها للسالفه ويطلع، وبالتالي تستمر هذه العشوائية وشيئا فشيئا يتحول العراق لا سمح الله إلى بلد كله عشوائيات. يصير أكو شوارع فرعية ما يصير تصير بها محلات، وأكو شوارع رئيسية أوكي خلص تصير بها محلات، مو بكيف كل واحد يجي ويجي واتخذ قرار وسوى وكذا. المجاري مو زين، المدارس مو زين، شبكات مال الكهرباء مثل ما قال الأستاذ قديمة قديمة ومتهرئة، وجيب ضفيره ودي ضفيره، ولما يجيبوا الكهرباء وانا اريد محول امول 400 وذاك يقول 250 ما تكفي، تالي يعني تالي يعني كله تلزيق. اريد نشوف حي نموذجي، من هل من الممكن انه يا مسؤولين انه تسوون حي نموذجي في منطقه نموذجيه وخلي يصير مثال لكل مناطق العراق مو بس ببغداد. على كل نذكر استاذ عندنا مدارس كرفانيه، واحدى المدارس اللي موجوده طبعا قبل كم يوم تعرضت الى حريق يعني وهذا تعرف طبعا انت بالنسبه لها ما متوفره بها شروط الامان اليوم. كرفانيه عيني باي وقت طلاب زخم، كل صف كل كرفان بالاحرى كل كرفان موجود ب 60 70 طالب عيني قبل فتره تعرضت الى حريق وسبحان الله الله دفع ما كان اعظم. هبوا القريه طبعا هم يعني بايديهم خطيه طفوا المدرسه. اذا تحبها نوصلها وتشوفها ان شاء الله. مدرسه كرفانيه بيا زمن احنا راح نصير 2024 بيا زمن مدارس كرفانيه. صورنا قبل فترات طويله طبينا مدرسه الكرفانيه مدارس فاشله مكانها مو صالح اي في وقتها صارت حتى تمشي الامور، ولكن العراق بلد غني ميزانيه انفجاريه. تروح على بالمحافظه تروح على هاي المدرسه يابا ايش بيها المدرسه؟ والله اريد لي فد اربع خمس صفوف، عندي اكتظاظ بالطلاب وكذا وهيك شيء، لو جوني نقل من مدرسه، لو ذيك المدرسه هدموها، لو البارحه مشرفه تربويه تقول لي اكو مدرسه هدموها لان تريد توقع فد مره هاي للسقوط فطلعوهم من 2019 لحد الان. والطلاب نقلوهم لغير مكان وهاي كلها كراوي يا اخوان الله يحفظكم. هسه احنا مقبلين على انتخابات
مجالس، نريد وجوه جديده، وجوه تفكر بشكل صحيح، تخطط، تنفذ، تتفق لبناء وطن مو لتأزيم الثقه. على كل هسه بعد شويه ان شاء الله راح اعرفكم على شخص اللي هو اسمه استاذ نزار. استاذ نزار عذرا، السلام عليكم، بس مرخصتك. استاذ نزار السلطاني هو عضو مجلس محافظه بغداد ولاكثر من دوره. هذا الرجل اكاديمي ويتحدث بطريقه ربما مختلفه. السلام عليكم استاذ، شلونك حبيبي؟ شلون الصحه؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يخليك، الله يحفظك. توقف هنا ولا زحمه عليك؟ اريد تعرف نفسك للساده المشاهدين. نزار السلطان عضو مجلس محافظه بغداد الدوره الاخيره والدوره الاولى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه تعال ابو علي، تعال. رئيس لجنه التخطيط استراتيجي في مجلس محافظه بغداد السابق. كم دوره؟ الدوره الاولى والدوره الثانيه، الدوره الثالثه، الدوره الثانيه مستشار في مجلس المحافظه. ممكن بعد تعطينا شويه نبذه مختصره عنك، يعني حتى المشاهد يعرف انت منو، سويت، خريج شنو، اختصاصك؟ أنا بكالوريوس كلية العلوم، شغلي الأساسي في مجلس محافظة بغداد كان يتركز على التخطيط المشترك، والقضية الأساسية التخطيط الاستراتيجي، والقضية الأساسية هي قضية التصميم الأساسي لمدينة بغداد اللي هو يعني لعله المرتكز الأساسي في اللي أدى يعني استخفاله أو الاستخفاف به أدى إلى هذا التشظي الحضري لكل مدينة بغداد. هذا شنو مقصود يعني؟ يعني أنا أعتقد بجانب مقصودة، بس الجنب الأكثر هو عدم فهم أهمية هذا المشروع اللي هو يحكم الفعاليات القطاعية للمدينة. التصميم الأساسي لبغداد منتهي سنة 2000، ومدينة بغداد 23 سنة تقريبا تمشي بشكل عشوائي بسبب عدم وجود حاضنة قانونية للفعاليات القطاعية تنسجم مع الحجم السكاني للمدينة اللي عبر المستويات المصمم لها التصميم السابق. من يوقف هذه العشوائية؟ التصميم الأساسي هو اللي يوقف هذه العشوائية. من ينفذ هذا التصميم الأساسي؟ أمانة بغداد بالدرجة الأساس، محافظة ووزارة التخطيط باعتبار المشروع مشترك لمدينة بغداد. أمانة بغداد ووزارة التخطيط، تخطيط ومحافظة بغداد. وإحنا قدمنا سنة 2018 مشروع متكامل لرؤية كمجلس محافظة، كمجلس محافظة لجنة التخطيط الاستراتيجي. المخطط الإقليمي العام ل 2040 تم إعداد متطلباته في لجنة التخطيط الاستراتيجي 2018، وتمت المصادقة عليه في هيئة مستشاري رئاسة الوزراء، وتم تشكيل لجنة. طبعا المصادقة تمت بحضور كل الجهات القطاعية المسؤولة بأعلى مستوى فني، وزارة البلديات، وزارة التخطيط، هيئة المستشارين، أمانة العاصمة، محافظة بغداد. واللي صار شنو؟ اللي شكلت لجنة برئاسة وزير التخطيط في حينها. نعم. وأنا عضو باللجنة. للأسف الشديد لم تجتمع اللجنة اجتماعاً واحداً إلى يومنا هذا. الله. نعم. بالتالي؟ بالتالي أصبح لزام علينا المرحلة القادمة أن نفعل هذا المشروع. عندنا اتصالات يعني مع السيد أمين العاصمة ومهتمين بالمشروع جداً. وأعتقد أصبحت المدينة بأمس الحاجة لإطلاق هذا المخطط للسيطرة على الفعاليات الحضرية وإعداد تصاميم قطاعية لمساحات كبيرة من العشوائيات والزراعي بهدف استيعابها ضمن الرصيد السكني لمدينة بغداد. تنفيذ أي قانون حاليا في ضمن هذا الوضع من الإهمال والعشوائية في طريقة البناء والتخطيط وكل شيء، ما أعرف، يمكن صعب تطبيقه، تمام لو متمام؟ بدون وجود حاضنة قانونية للفعاليات من الصعب جدا تنظيم بغداد، من الصعب جدا أو أقدر أقول من المستحيل. وهذه قضية يعني حضرية وتتعلق بالإدارة الحضرية للمدينة ويفهمها المختصون في هذا المجال. يعني المواطن هسه اللي دي يشوفنا يريد شيء على أرض الواقع، يتلمس شيء على أرض الواقع، هل من الممكن تطبيق هذا القانون؟ يعني إذا ما يشرع وينظم بدراسة استشارية متكاملة، والدراسة الاستشارية لهذا القانون تحتاج إلى شركات عالمية متخصصة، لا يوجد في العراق هكذا شركات. بالنتيجة بعد استكمال الدراسة الاستشارية أنا أعتقد يعني المدة اللازمة لاستكمال هكذا دراسة احتمال تأخذ سنتين إلى ثلاثة. تتفق مع من يقول أن الشركات الأجنبية هي الفيصل والحل لتغيير وجه الوطن أحسن من الشركات العراقية؟ خلينا نحكي بصراحة بالتنفيذ والتخطيط والرؤى وكل شيء.
يعني صريح العبارة، إذا أردنا نرجع لأرض الواقع، اليوم بعد 20 سنة صار عندنا شركات عراقية رصينة، ولكن رصانت هذه الشركات في تخصصات معينة. هناك تخصصات من الصعب جدا الركون إلى الشركات العراقية، ومنها هذا المشروع، مشروع الدراسات الاستشارية، وهذا معروف عالميا ب يعني مساحة التخصص لحساب شركات معروفة عالميا، ولا يمكن المجازفة بهكذا مشاريع الذهاب إلى الشركات المحلية. وهذا الرأي طبعا مو رأيي وحدي، رأي كل الاستشاريين اللي اشتغلوا معنا في هذا المجال. ولهذا أنا أعتقد القضية الاستشارية في التخطيط تحتاج إلى شركة رصينة عالمية. التنفيذ سهل، إذا ما كانت هناك دراسات رصينة أنا أعتقد التنفيذ ليس من يعني. شلون التنفيذ سهل أستاذ وأكو تداخل صلاحيات بين المحافظة وأمانة بغداد؟ هذه مشكلة أخرى ومشكلة يعني مزمنة رافقتنا من الدورة الأولى إلى الآن، هو التشظي الإداري، وجود جهة تنفيذية في محافظة في بغداد أمانة ومحافظة. قدمنا أيضا مشروع لمعالجة هذه القضية يعني طلبنا تحديث قانون العاصمة وتوحيد، يعني طرحت أكثر من مسودة، بس المسودة الأقرب للنجاح هي توحيد الجهاز التنفيذي بين العاصمة والأمانة باتجاه جهاز تنفيذي موحد واحد، وهيكلة الفعاليات المتماثلة، يعني دائرة مجاري محافظة مع الأمانة والماء مع الماء، يعني بوحدات تنفيذية موحدة لكل بغداد. وبالنتيجة هذا الموضوع إذا ما تم النجاح به أنا أعتقد راح يشكل نقلة نوعية في إدارة الأعمال. زين، هي الأمانة هسبيه من مرتبطة؟ للأسف هذا الموضوع الأكثر أصبح ضاغط على تنفيذ المشروع. أمانة العاصمة مرتبطة برئاسة الوزراء بقانون انتهى مفعوله، يعني قانون 156 اللي ربط أمانة العاصمة بمجلس قيادة الثورة هو انتهى سنة 2000. بالنتيجة احنا اليوم 2023، والوضع الإداري وال يعني النظام السياسي التعددي يلزمنا أن نحدث هاي القوانين. وقانون 21 واضح وصريح، كل الوظائف المحلية في أي محافظة ترتبط بالحكومات المحلية. أمانة العاصمة مؤسسة محلية بامتزاز، لا تمتلك وظيفة اتحادية واحدة. يعني المفروض ترتبط بالمحافظ لو مجالس المحافظات لو شلون؟ ترتبط بمجلس المحافظة، بمجلس المحافظة. وينتخب لها رئيس من مجلس المحافظة. بس هي مو هي هذه نهاية الطريق. الطريق الأسلم هو توحيد الجهاز التنفيذي، يعني بغداد كلها أما تكون بأمين واحد أو محافظ واحد. هنا أنا راح مسؤول عن كل بغداد، كل فعاليات ترتبط كل الفعاليات الخدمية. بالتالي أنت أكثر من دورة في مجلس المحافظة، أكثر من دورة في مجلس المحافظة، شنو تقييمك لعمل مجلس المحافظة خلال الفترات السابقة؟ أكو يعني المواطن اليوم عنده في الصورة ربما ضبابية أو من خلال مسامعة أشر نقاط سلبية على عملهم، وإحنا مقبلين على انتخابات يوم 18/12، فما أعرف هاي المعادلة صعبة، شلون يفهمها المواطن؟ لازم يروح ينتخب وهو مسامعة أكو صور سلبية في ذهنه، فما أعرف يعني شو تقول له؟ مؤكد أنه أداء مجالس المحافظة لم يكن بالمستوى المطلوب خلال 3 دورات، والسبب الأساسي لهذا أو أقول أحد أهم الأسباب أنه مجالس المحافظات لم يعني تحظى بكامل صلاحياتها أو كامل وظائفها، لم تمارس بشكل قانوني الوظائف المقررة بقانون 21 بشكل كامل. السبب هو بالبرلمان والحكومة الاتحادية. مجالس المحافظات احنا فككنا مئات الوظائف من 8 وزارات خدمية مهمة لصالح المحافظات بين 2013-2015. ليش فكرتوها؟ غير المفروض هي تابعة، يعني هاي الدوائر تابعة لوزاراتها، مثلا التربية على سبيل المثال، تمام لو متفهم، جبتوها يمكم، يعني هذا مو عبء إضافي عليكم؟ لا، احنا فككنا الوظائف المحلية بموجب القانون بمشاركة للجان أو مشاركة لخبراء في هذا المجال بحسب قانون 21. زين. وبمشاركة مع الوزارات نفسها،
تم تحليل وظائف كل وزارة من هذه الوزارات بفلتر علمي، ومن خلال هذه الفلاتر ترشحت أن الوظائف المحلية اللي ما تحتاج ارتباط بالوزارة وتم تفكيكها. كملنا ثمان وزارات، بس العقدة اللي وقفنا عندها واللي عطلت أو عوقت عمل مجالس المحافظات هي المادة 44. المادة 44 تتعلق بوزارة المالية اللي فككنا منها حوالي 120 وظيفة محلية لصالح المحافظات، وهي العمود الفقري لاشتغال كل وظائف الأخرى. وبالنتيجة البرلمان فشل. مين يفد مثال يعني المواطن يفتهم فككتوا؟ يعني مثلا وظيفة ضريبة العقار وضريبة المرور. ضريبتي هندني محليات، يعني العقار اللي بالنجف مثلا ضريبة مالته ماكو داعي تروح البغداد وتدخل بالموازنة العامة وترجع تنعكس للنجف. هو عقار بالنجف، الخدمة اللي يقدمها إلى الشارع تقدمها بلدية النجف، والكهرباء تقدمها كهرباء النجف، والمي من النجف. شنو الداعي ضريبة مال العقار هذا تجي البغداد وتنحط بالموازنة وتنعكس مرة أخرى؟ هاي الدورة تؤدي إلى تشتت الأموال. فبالقانون قال لك هذا أموال محافظة، ويفترض المحافظة هي تدورها بطريقتها وتبوبها حسب أولوية المشاريع. وضريبة المرور سيارات اليوم بالقانون بها قانون 90% من ضريبة المرور، تسجيل مركبات الضريبة المرورية هذه 90% تنعكس للبلديات المحافظة، 10% فقط تروح للمرور لوجستيات. هاي 90% من تنعكس؟ تنعكس ل تأهيل وتأثيث الطرق، جزء منها يروح للبلدية لشبكة المجاري اللي تأثر أيضا بحركة السيارات. وبالنتيجة عملية ذهابها للمالية وعودتها مرة أخرى هذه الدورة دا يصير تشتيت بالأموال، مدى تجي بطريقة منصفة أو ما يصير بها التحكم، فتجينا عن طريق الموازنات العامة كأنها موضوعة في قوالب. مجلس المحافظة ما عنده أي سلطة على تغيير مساراتها. بالنتيجة أصبحت مجالس المحافظات بحكم هذا المسار المالي أصبحت مجرد ممر للأموال. يعني مجلس المحافظات تجي المشاريع جاهزة، الأبواب جاهزة، بس يصادق ويعبر مشاريع بهالطريقة. هذا المحافظة تنفذ. هذه الطريقة الروتينية خلت هذه المنظومة المهمة لخدمة الناس خلتها كأنها مجرد ممر للأموال والمشاريع، فراحت الأمور باتجاه زين. هسه احنا مقبلين على الانتخابات، شنو المفروض، اسف حجي ناطي ظهري، شنو المفروض بالفتره المقبله يكون عمل مجلس المحافظات بحله جديده برؤيه جديده بطرق اكثر واقعيه يعني تلقي بظلالها على الواقع المتازم بالعراق؟ شلون المفروض حتى نطلع بشيء جديد؟ تمام لو تمام، يعني مجلس المحافظه يكون يفهم المرشح والقوى السياسيه انه مجلس محافظه وعضو مجلس محافظة وظيفته الأساسية هو رسم سياسة للمحافظة. يعني من يصعد عدي تربوي لمجلس المحافظة يروح لجنة التربية يرسم سياسة الواقع التربوي لمحافظته، ويحتاج مجلس المحافظة الحلقة الأهم والعلى تماس مع المجلس المحلي في كل منطقة. بغياب هذه الحلقة أيضا مجالس المحافظات راح يكون عملها يعني مو متكامل ولا فاعل، لأنه اليوم مجلس المحلي هو المسؤول بالقانون عن تعيين مدير الناحية الجهاز التنفيذي وإقالته. يعني مجلس المحافظة ما يقدر يقيل أي مدير ناحية إذا مو أكو مجلس محلي منتخب، وبالنتيجة هي عملية تكاملية. فهاي المنظومة المحلية يجب أن تتكامل من مجلس المحافظة إلى المجلس المحلي. وأنا أعتقد يعني الخبرات اللي أو النضج السياسي اللي وصلت للمرحلة السياسية اليوم يأهلها أن تتجاوز بعض المشاكل اللي مرينا بها. وأهم مشكلة هو استكمال الوظائف المناطة للحكومات المحلية بشكل قانوني حتى تكون مسؤولية تامة أمام جمهورها. أنت ما تعطيني وظيفة ناقصة وتقول لي روح قاتل، يعني أنا ما عندي سلاح كل بيد كمجلس محافظة ما يمتلك الأسلحة. طيب، وبالنسبة لتعرف اليوم الفساد مستشري في أكثر من مكان في أروقة الدولة العراقية، وبالتالي مجلس المحافظة شلون يقدر يكافح الفساد على مستوى مسؤوليات؟ يعني هذه قضية الفساد تعرف احنا في مجالس المحافظات اكو لجنة خاصة هي لجنة النزاهة، وهي واجباتها متابعة الانحرافات في المشاريع.
إضافة إلى هذا أنه عملنا سابقا محاولة، قد يكون هذه الدورة تكون يعني ملزمة التطبيق، هي الحوكمة واعتماد التكنولوجيا في متابعة المشاريع ونقل يعني التواصل مع المواطنين بشكل فعال بخصوص مشاكلهم وبخصوص تنفيذ المشاريع. أنا أعتقد السيطرة على الانحراف والفساد في المشاريع يحتاج فقط جرأة سياسية ويحتاج فقط رجال صادقين، مو قضية معقدة. هسه ما أقول نقضي على الفساد 100%، ولكن محاصرته إلى الحد الأدنى مو قضية معقدة إطلاقا إذا توفرت الإرادة السياسية والشخص الصادقين النزيهين في عمله. طيب إيش قد تسلسلك بالقائمة؟ رقم واحد أبشر يا عراق. أبشر يا عراق. والقائمة إيش قد؟ 143. وشنو رسالتك للناخب العراقي؟ شو تقول له للمواطن العراقي اللي المفروض يطلع ينتخب يوم 18/12؟ شو تقول له؟ يعني عدم خروج الناخب العراقي للانتخابات أعتبرها كارثة بحق العملية السياسية. الناخب الناقم على الوضع السياسي أقول له لا يوجد طريق غير صندوق الاقتراع لتغيير الأوضاع، لا يوجد أي طريق آخر لتغيير الوضع نحو الأحسن غير صندوق الاقتراع. المواطن عنده كل 4 سنين فرصة للتغيير وفرصة لقلب الأمور وتصحيح المسار، فأتمنى على كل الناس الخيرة أن تساهم في هذه الفعالية لتصحيح المسار نحو الأحسن. شنو جديدك خلال هاي الفترة وتوعد به المواطن العراقي؟ يعني احنا الحقيقة مشكلتين أساسية عندنا. أنا دا أشتغل عليه صار أكثر من 15 سنة، مشكلة السكن في بغداد بشكل عام وتصحيح مسار السياسة الوطنية للإسكان اللي انحرفت عن مسارها اللي كانت تعتمد على مبدأ تمكين المواطن. للأسف الأموال المخصصة لهذه المبادرة راحت باتجاه تمكين المستثمر أكثر من تمكين المواطن، وما نشوفه من جنون الأسعار في الوحدات السكنية في بغداد هو مؤشر لانحراف السياسة المالية المتعلقة بالسياسة الوطنية للإسكان. والقضية الأخرى طبعا عندنا معالجة لها إن شاء الله، عازمين على معالجتها بهذه الدورة. والقضية الأخرى هو الزراعي والعشوائي، العمل على استيعابه ضمن الرصيد السكني لمدينة بغداد بشكل ألف عشوائية في بغداد. ألف عشوائية بدراسة الاستشارية اللي إحنا ماضين بها راح يصير معالجة حقيقية لهذه العشوائيات. شون يعني تبنون لهم بيوت واطئة الكلفة؟ عدة أنماط لاستيعاب عدة حلول ضمن الدراسة راح توضع بحسب يعني مثلا الأراضي الزراعية اللي ماكو مشكلة أو ما بيها تقاطع مع مشاريع استراتيجية وتتطابق بالمعيار البيئي والاقتصادي والاجتماعي، هذه مباشرة يصير بها تصاميم قطاعية وتنضاف للرصيد السكني وتبدي تدخل الخدمات بشكل قانوني. أكو عندنا بعض العشوائيات في مناطق حرجة وقد تكون يعني أسعارها العقارية يعني عالية جدا، هذه تعالج بنمط آخر شفناه في غازي عنتاب بتركيا ومدن أخرى يعني قريبة مرت نفس الظروف. هذه يتم عملية يعني السيطرة عليها، يعني إخراج الساكنين إسكانهم في مكان آخر بشكل مؤقت وبناء أبراج سكنية والاستفادة من الفائض في تسويقه بالنتيجة. كل التوفيق إن شاء الله تكون عضو مجلس محافظة بغداد مرة أخرى وتقدم مقترحات وأيضا تجد حلول لهذه المأساة اللي يعيشها المواطن. حقيقة مأساة صاد، والله والله مأساة، لأن اللي نشوفه كل الدول اللي تطلعنا بالبناء بالعمران بالإنجاز بالخدمات في كل شيء، وإحنا دا نرجع لي ورا بدنا نشوف يعني هسا مطرة بسيطة شوف الصار مجاري ماكو ما أعرف شنو ما هاي كل المناطق لو يستخدمون العفو عذر المقاطعة لو يستخدمون هاي البايبات اللي هي تعتبر صغيرة بالنسبة للمجاري والكذا. حقيقة اختيار المقاول الكذا كليته مو صحيح على كل بس ما مقصرين ويانا مسؤولين، نحن ما مقصرين ويانا، بس نريد تبليط نريد كهرباء نريد ماي نريد خدمات مدارس ماكو والله تعبانة زين، والجماعة ما مقصرين ويانا، ما عدوا وياهم عرف ولا عدني أنا وياهم
بس ما مقصرين، احنا نريد خدمات منطقه بعضان. شوف انت بعينك شفت هاي الجهاد هسه اليوم. شنو هذا الجسر هيك من انا اول ما عبرنا عليه هيك مو بزل، شنو هذا؟ وين الجسر؟ اول ما عبرنا هيك اكو بزل هيك قنطره وبزل. ايه هذا المشروع هذا. ايه ايه كله هيك مياه مو يعني مو نظيفه. لا مو هذا مجاري مال ماي. مجاري؟ ايه مال سقي مال سقي. وين ظلت مجاري هسه الشكل هذا يا مشاهدي الكرام يا مسؤولين وين ظلت؟ عموما هذه دعوه لكل مواطن عراقي اللي يقدر ويحب بلده، ارجوك اختار الانسان الصح، الانسان الاكاديمي السبع الشجاع اللي يريد يقدم خدمه كبيره للمواطن اللي تحطم خلال هاي الفتره. اختاره ولا تظل تقول اني يعني لازم تكون ايجابي. ليش؟ يعني لازم اكو امل، هذا الامل مرتبط بالبشرة، والبشرة مرتبطة بالأشخاص النزيهين اللي حقيقة يردون يبنون وطن، وهذا وطننا كليتنا وإحنا شركاء به، وعلينا أنه من خلال الإعلام من خلال الأشخاص اللي يعتقدون أنه هم في مركز المسؤولية يقدر يحقق منجز. شنو ذنب هذا الرجل وغيره وآني وأهلي وقرايبك وأنت وأهلك وأطفالك والمدارس والمعرف شنو والصحة والمستشفيات والضمان الصحي والكهرباء والمقاييس والمي وكل شيء. كل شيء ما كافي حلول ترقيعيه. على كل اتمنى لك التوفيق استاذ، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك، الله يحفظكم، شكرا لكم مشاهدي الكرام. وانت مو باد بوي، انت احسن بوي ورده. انتظرونا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا احنا بعدنا في بغداد واكيد بالتاجي بهاي المنطقه اللي حقيقه انها اول مره اشوفها، وبالضبط قريب علينا سايلو وايضا مرشح اخر لانتخابات مجالس المحافظات نتعرف به. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون استاذ؟ شلون صحه؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يسلمكم. ممكن تعرف لنا نفسك؟ رسول جرو باقر السوداني، محافظه بغداد. التسلسل؟ التسلسل 49. قائمة؟ قائمة 143 ابشر يا عراق. نشرف بيك. الله يحفظك. شو اسمها هاي المنطقة؟ سايلو. سايلو. هاي بظهر الدوانم سايلو. زين. أريد بس أفهم هذا شنو هذا هنا؟ هذا مشروع بزل لأرواي الأراضي. يعني شوفه لحظة أستاذ، يعني يابس وحتى قام الناس الذبية أنقاذ. يعني هاي يألم يعني الإنسان الحريص على بلده. شوف يعني وشحت المياه، شحت المياه يعني حتى من يجي المي للأرواء الأراضي يجي بالليل لو ساعة لو ساعتين، حتى ما حد يلحق يزقي. ومنين يجي هذا المي؟ يجي من المشروع الرئيسي. منك رئيسي. هذا فتنا من يمه؟ الفتو من يمه. هذا يعني فتحوه. بس مياهها مو نظيفة. اي يعني هذا اللي يوصلهم. وبالضبط هسه حتى المي الاساله قليل. انا هسه كنت يعني احكي وياهم، مي الاساله قليل. يعني ما يوصلهم بالكميات الكافيه. يعني كل ارض خمس دوانم ما تكفيها. ما تكفيها الكميه الكافيه والوقت اللي يعطوهم اياه. هسه كنت احكي ويا الاخوان هنا، يقول لي ساعه ساعتين حتى ما لحقنا نروي. زين انت شنو اختصاصك؟ أنا اختصاصي دبلوم فني قسم الري تشغيل مشاريع المياه. ممتاز. اي ري. اذا نعم. انت باختصاص. اي الله يحفظك. وبالتالي انت المفروض عندك افكار كثيره للتعامل ويا الاراضي الزراعيه الصالحه للزراعه. نعم. في كيفيه ريها. نعم. مو؟ اي ابسط الامور هسه العلاجات لهذا الشيء هو السقي او الري بالمرشات بالطرق الحديثه. يعني هاي هسه جاي يسوون شنو؟ السقي اكبر مساحات شاسعه بكميات قليله او بالتقطير. يعني تكون حتى هاي مكلفه؟ يعني مو ذيك التكلفه بس فيها من وزاره الزراعه المفروض طبعًا توفرها؟ طبعا المفروض من وزاره الزراعه يكون تعاون بينها وبين الفلاح. زين يعني احكي لك هسه هنا نبت قرايبك مو؟ اي بيت خالي. يعني الله يحفظكم. يعني شلون تقول قلت الزراعه حتى عندهم اشجار. اشجار عندهم ما تدخل. ما تدخل ان شاء الله. نعم. بس مشاهد الكرام يعني شوفوا مثلا هذا شو يعتبر بزل مشروع الارواء. يعني شوفه هذا دشوفوه مشاهدينا الكرام،
اذا تقدر استاذ محمد بس تسلط الضوء عليه. شوف بابا، يعني هذا هنا عتبي على اهل المنطقه، زين هو هنا المفروض يدخل مي حتى يسقي هاي الاراضي، تمام؟ زين هو دي يجي قليل، مو دي يجي قليل، دي يفتحوا بالليل كم ساعه، زين هسه هم قبلنا ما يخالف، زين ليش مشمرين بيه بلوك وما بلوك وانقاض وطابوق وعلاليق؟ مو هذا يسد المجرى مالته. زين هاي مسؤوليه منو؟ مسؤوليه المواطن، اصحاب المنطقه. يعني معقوله ما حد يقدر ينظف على اقل تقدير المساحه اللي قبال بيته؟ على اقل تقدير يا جماعه. فهاي تحسب عليك استاذ، تمام؟ اشيل البلوك هذا وانظفه وكذا، مثل ما صورنا في بابل وفي واسط الاراضي الزراعيه، البزل اللي المفروض يعني يمر به مي حتى يروي الاراضي الزراعيه اللي مع الاسف اصبحت يابسه، ولو الحمد لله والشكر يعني بدها تمطر هالايام، بس ذيك الايام اللي صورنا بيها وضعها كانت فد مره تلف. نظفوا هسه هذا الدغل، تدرون هذا الدغل شنو هذا؟ والله ما حد يعرفه بقدي هذا الدغل، والله العظيم هذا مصيبة، هذا الدغل هذا مصيبة. جذر ماله مشاهدينا الكرام ثقوا بالله حتى بالكاش يطلع هذا، هيك قابلية ويمشي، لازم يكافح. هذا كل ما ينترك يمد جذورة، تمد تسحبه منه جذر مالته يطلع هنا واصل أكثر أكثر. شوف على طول المجرى كله دغل، ليش؟ مسؤولية منو؟ أهالي المنطقة، العفو أستاذ بس عذرا المقاطعة، أهالي المنطقة المفروض ينظفوا، لو وزارة الزراعة، لو منو يعني؟ إهمال 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 مستمر. أصحاب الاختصاص بدأ يلقون أي دعم، يهجون اللي يسافر، اللي يبيع قاعة، اللي يحول أرض الزراعية إلى قطع أراضي ويبيعها، لأنه هم من حقه يقول لك أنا ما مستفاد من قاعي، شو أسوي؟ يبيعها حتى يركب له بسيارة زينة، أو يشيل من هاي المنطقة يروح لغير منطقة ويتحول من فلاح إلى إنسان عايش بالمدينة، وبالمدينة أجواءها ووضعها كلها تختلف، ويفتح له فد مصلحة وخلص، تمام أستاذ؟ نعم تمام. بالتالي أساليب الري مهمة جدا، لازم نوقف مثل وزارة التربية والتعليم والمدارس والصحة، وشكو مرفق إلى علاقة بالخدمات وحياة المواطن، لازم الدولة كلها توقف على حيلها في سبيل إيجاد حلول. بالنسبة للزراعة عندنا مشكلة بالماء، أكو جفاف، تغير مناخي، وسائل ري. إيه أستاذ كمل هسه. أستاذ هو حتى إذا كان أكو إهمال من الوزارة الزراعة، المفروض المواطن هم يتعاون. صح. يعني مه. يعني هسه مثل هذا يسوي لهم همة أو حملة. صح. يعني حمله يوم واحد كل من ينظف اللي قدامه الجمعه، يعني انظف قبال بيتي حتى شنو هذا المي من يجي ينساب بطريقه اسمه دي يجي اصلا المي هم مو صالح، هم ما ادري شلونه، تمام لو مو تمام؟ تمام. صورنا لكم اياه وشفتوه اخضر لونه وطحالب وما ادري شنو وحشرات وكل شيء وبزل وبي مال مجاري، نوبه يجي هنا طابوق وما طابوق، شلون يعني شلون تصير عمليه السقي على كل. فهي مشاهدين الكرام فكرة نريد نوصلها بأكثر من طريقة، إنه يابا الفلاح ترى ديعاني، وهاي النظرة مال الفلاح يبيع غالي والفلاح ما أعرف شنو وكذا، وهيجي شيء طبعا إذا كل شيء مكلف عليه، مبيدات ما أعرف شنو السماد اللي كله غالي، دي يجيب غالي. لذلك المواطنين شو يسوون؟ يشترون من المستورد يجي أرخص، وهي خسارة ألمن للفلاح وللعراق. فالله يبارك بهذا البيت بهاي المنطقة. إيش قد مساحة الأرض هنا؟ 5 دونة؟ 5 دونة. إيه. بالتالي راح نرويكم مشاهدين الكرام مثل هيك أرض المفروض واحد شلون يستثمرها على نطاق صغير، 5 دوانم. حتى لو دونم واحد، بس أنا أقدر أحولها إلى واحة خضراء، ازرع بها طماطم وبيتنجان وشجر وما اعرف شنو، اني ازرع وانت تزرع وذاك الفلاح يزرع وهذا الفلاح يزرع ويستفاد من المي الموجود، وبالترتيب بالتعاون مع وزاره الزراعه تتوفر كل الخضروات، المواد اللي يستهلكها المواطن العراقي تتوفر، تصير رخيصه على كل.
اي استاذ. شوف هسه الزرع بالنسبه هاي. هاي هنا شنو مربين؟ خمس دوانم. شوف هاي هاي الولد طبعا مربين عليه قد شلون رغبتهم. نعم. زين هاي يعني هم باستطاعتهم مثل يسوون دواجن. ليش بدان ما مثل مسوين على شكل مصغر يسووهم مثل جملون يصير اهتمام من قبل وزارة الزراعة. هذا الشيء وتنمية الثروة الحيوانية يهم يصير يعني انتعاش بالمنطقة يصير يصير يعني انماء للثروة. شوف هسه هاي القاع. شوف مشاهد الكرام، عذرا يعني اكو فد ملاحظة كلش مهمة مشاهد الكرام، رغم بساطة هاي الاقفاص الموجودة الخالين بيها هاي طور حوب الكوكتيل يسموه ما اعرف شنو، هنا غندورة، هنا يمكن طيور وما اعرف يعني انواع اخرى من الببغاء. يمكن بسيط المكان لكن الفكره وين؟ الفكره تدرون هاي المشاريع اذا يعني اشتغلوها بشكل صحيح بيها مردود مادي كبير، تدرون لو لا؟ هذا هنا اجتهادات فرديه يعني اعمال فرديه لا اكثر ولا اقل، قفص كذا ما اعرف شنو هيك شيء، ولكن هاي مربحه اذا واحد قدر يشتغلها بشكل صحيح يكون مربح. بس هذا يحتاج لدعم. حبيبي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شلون راح نشرب شاي؟ شكرا حبيبي دايم، شكرا. تفضل تفضل استاذ تفضل. بالتالي احنا لازم نفكر بطرق اكثر واقعيه لمن يملك الارض. هذا اللي عنده ارض الله سبحانه وتعالى كرمه بهاي الارض، المفروض الجهات المختصه تعال يابا انت ايش محتاج؟ ليش هيك قاعك مهموله؟ ما عندك فلوس؟ ننطيك قرض، تعال نعطيك قرض. زين اذا نعطيك قرض ايش قد المبلغ تريد؟ اوكي، ايش قد يكفيك وايش راح تسوي؟ هسه راح اراويكم اكو مناحل واكو نخل واكو قصب واكو هنا يعني قفص مال دجاج، المفروض هنا يصير قفص مرتب ويعني دواجن وفتشي حسب الاصول وكذا. هاي هم على قدر امكاناتهم البسيطه مسوين غرفه يعني شيء مبسط للدجاج. يعني لان ما عندهم يسوون جملون، ما عندهم دعم زين، يحتاج مثلا احد يساندهم، يحتاج احد يدعمهم. مو بس هيك وادويه. ايه؟ انا صورت في بابل، تدري فلاح ايش قال لي؟ دواجن عند 40 مليون خسر. ليش؟ ادويه ماكو، عندها هلاكات يوميه. نعم. خناق، اكو مرض اسمه الخناق يصيب الدجاج. وشويه يقول شنت اني يوميه ايش قد انطي يجهز 20 كرتونه ما شاء الله. اي يعني مو حكي. بالتالي اذا هذا يجهز 20 وانت وكذا وغيره 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 اصحاب الثروه مو ثروة. ليش مهموله؟ ليش هذا هذا الكسل؟ ليش بس اريد افتهم يعني ليش مثلا اهمال الثروه الذاتيه؟ مع الاسف مع الاسف والله. واستيراد من الدول مع يعني الاسف. بس نستورد ونستهلك في حين احنا عندنا الارض وعندنا الامكانيات ومي اكو وكل شيء اكو، بس واراده قويه اكو ونفس طيب عند العراقي موجود. ما يصير هالشكل يعني. هسه شوفوا هسه بهاي الخمس دوانم شفتوا الزارعين، يعني راح ارويكم الزارعين بس مربين دا تشوفون. هاي المفروض تكون بطريقه اذكى، بس هذا شلون يقدر اذا ما عنده فلوس؟ هو شلون بشكل اوسع حتى شنو؟ هسه مثلا هنا شوف هنا اقفاص مال دجاج، والمفروض هذا مال مناحل يسموها، هاي مال خلايا. خلايا بالضبط، مال خلايا مهموله متروكه. هو عنده هسه مال خلايا موجوده. أي هناك. أي نشوفها، نقدر يعني المشاهدين يشوفوها. نعم. وهاي اقفاص بطريقه بسيطه جدا جايبين دجاج انواع، هذا يسموه العربي عندنا احنا، عيني هذا يسموه برقيبه ها. اي وطاووس وما اعرف شنو وكذا وهيك شيء. هذا لو يعني عنده فد مردود مادي قوي وسند مالي قوي من الدوله بطريقه مرتبه، انطي قرض، بس مو انطي قرض ربوي لو ما ادري شلون ولو كذا، لا دعم ومتابعه. دعم ومتابعه حتى يطور مكانه، يسقف المكان، يسوي مال 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 بدال هاي هيج الحدايد القايله هالشكل، ينبني مرتب وساحبات تصير من هنا ومن هنا. يا عيني حرامات والله العظيم حرامات. ويقدر خلال يعني ينجح. شمس اكو موجوده، مورد مادي للحوم والبيض.
بيض المائده يسموه هاك. ليش هيك المكان قايل مهمول؟ ليش مهمول؟ امكانيات ماليه ماكو. وبالمناسبه مشاهدينا الكرام هاك يعني اكو اشياء لما الوضع يكون بهالطريقه هاي يصير ملل في الناس، ترى العوائل تكبر فالاولاد يطلعون من البيت مثلا او يشتغلون غير شغله، مثلا هو فلاح، ابن فلاح ويتشرف انه هو فلاح، ياخذ له تاكسي يطلع يشتغل، مع احتراماته كل اصحاب التاكسي وكذا، شغل موعب بس هو شغلته فلاح. اي استاذ. نعم استاذ. طبعا ولد خالي الولد اكثريتهم يعني عافوا الزراعه، واحد منهم اخذ سياره، واحد منهم بالمطار تعين، واحد من عندهم يعني حتى سافر بالخارج. ليش يعني معافه اي عافوهم لو بالنسبه لخالهم مدير مدرسه رجع الدوامه والجات كبير وعلى اللي يقدر يسوي اي ما يقدر يعني. ليش يقول يعني ابسط الامور مي شحه المياه ماكو زين، تربيه الحيوانات يراد مثلا يراد مثل ما تفضلت يراد لها علاجات يراد لها اهتمام اعلاف نعم فصار مال للثروه زين يعني ممكن نشوف النخل الموجود نعم تفضل. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام احنا بعدنا بهاي الارض اللي هي خمس دوانم، او تشوفون السايلو هناك سموها هاي المنطقه قريه زقم تمام، اللي هي قريبه من ابو عظام معظام، مهم يعني قريبه من هاي المنطقه زين. ومثل ما تشوفون هذا النخل الموجود شلون مزروع بطريقه لطيفه ومرتبه زين، شو لاحم ضيات لها اكثريتها الاشجار استاذ ماتت يعني قلت لك بشحه المياه. وشوف النخل يعني الاهمال بي واضح مبين يعني باع انواع هاي كلها عمراني برحي يعني نوعيات فصائل من النادره ومن اجود الانواع التمور. يعني ليش عايفي ليش ما عايشين يعني ليش هيك عايشه ماكو احد يعني، والذا فلاح يجي يكربها وينزل التمر تكلفه يعني على الوحده ياخذ كذا مبلغ، هم عندهم كم نخله فما عندهم امكانيه غرامات يعني. هسه مشاهدين الكرام تشوفون عيني يا مسؤولين في وزاره الزراعه الله يحفظكم جماعه النخيل قسم النخيل باعوا هسه هاي النخله ما الحمد لله والشكر صحتها زينه مو مريضه وما بيها حشرات ولا حميره ولا دوباس ولا كل شيء، بالتالي التمر مالها يعني ما باقي بمكانه مكلف ما يقدرون ينزلوا لي الفلاح من يجي يريد ما ادري ايش قد، هاي كلها خسائر لابو الارض وبالتالي خسائر للعراق عموما. هاي المناظر اللي نشوفها قدامنا مشاهدي الكرام موجوده على عموم العراق. هو ليش امتاز العراق انه يعني بزراعه النخيل؟ انا فد مره رويتكم بكربلاء وصورت مزرعه فدك أنواع مختلفة من النخيل والأصناف، والمدير الموجود عليها أتذكر والله كان يتعامل ويا النخلة عبالك شون جهالة، شون يلزم العثق شون يلزم كذا شون كذا شون وقتي يديرون المبيدات شنو النوعية اللي يخلوها. وهسه تشوف ما شاء الله كله 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 حامل يعني كله كله محمل كله بيتمر وأنواع مختلفة، بس أكو إهمال. مو هاي خسارة والله العظيم خسارة. شوفوا هنا مشاهدين الكرام استاذ هذا شنو هنا، هاي خلايا مال النحل رغبة احد الولد يربي او ينمي هاي الثروة الى رغبة بتربية النحل فبالتالي يعني هم صارت عندهن يعني امراض هو النحل عليه من يتغذى على الورد البرسيم والجيت، بس هم رجعنا من نفس المشكلة قلة وشحة المياه أدى إنمن يعني ماكو زرع، هو النحل عليه من يتغذى عليه من يتغذى على الورد على الجيت. يعني هسه احنا نقدر نقترب يعني من شو اسمه اي تقدر لاحظ بس خاف تنقرص هي طبعا قرصتها علاج. استاذ محمد تقدر تصورها قريب يعني من جيد عاشتي بحيث اي النحل
زين بحيث كان يعني اذا متوفر ورد وزرع وخضار ويتغذى زين يعني. هذا شنو هنا؟ هاي شنو زنابير؟ هاي صايديها شنو هاي بصفها؟ اي هاي الزنبور طبعا من العدو مال للنحل. فهذا يضر بيهن فهم شو يسوون؟ اكو طرق يصيدوه يعني بحيث اي دا اشوف كميات كبيره من عندها اي بحيث يصيدوه ليش ياذيهن النحل. زين الانتاج هنا شلون هسه مال العسل زين يعني؟ يعني ماكو ضعيف يعني بدال ما يطلعون مثلا بالسنه مرتين هسه مره واحده وماكو ليش؟ لان ماكو اهتمام بيهن ماكو ورد يتغذى عليه. هو على زين استاذ هسه انت اختصاصك ري تمام لو مو تمام ايش تنصح جهات المسؤوله؟ وان شاء الله يا ربي لو توفرت لك فرصه وصرت عضو مجلس محافظه بغداد بخصوص هذا القطاع قطاع الزراعه بيش تقدر تفيد بغداد؟ يعني التعاون وزارة الزراعة مع الفلاحين بالطرق الحديثة السقي والأرواب التقطير أو المرشات يعني سقي أراضي شاسعة بكميات قليلة بالتقطير وبذلك حتى الثروة النباتية تزداد زين المحاصيل تكون من اجود انواع المحاصيل العراقيه. هسه بالسوق شنو المحاصيل الغذائيه العراقيه؟ حتى اغلى من المستورد بس قلتها. ليش يعني؟ قلت اهتمام الفلاحين ومكلفه تصير على الفلاح. طبعا اتمنى لك التوفيق استاذ. الله يخليك. الله قلت لي قد تسلسلك؟ قائمه 143 تسلسل 49. مشاهد الكرام قبل ما ننهي هذا البارت يعني حقيقه منظر مؤلم لما نشوف 5 دونمات في هذا المكان أرض صالحة للزراعة هذا وضعها دغل فسائل ما مزروعة بشكل صحيح أكو إهمال إمكانية مالية ماكو لبو الأرض بالتالي هو دي حاول يسوي فد يعني منا شوية منا جيب دجاج منا ما أعرف شنو منا خلي نحال بس هذا كله يراد له دعم جهود فردية ما ترهم إذا ماكو سيولة عنده ما يقدر يطور من الموضوع هذا ما يقدر يزرع المفروض هذه الأرض كلها تشوفوها من هناك لحداك الزياج كلها مزروعة ومن هاي شو اسمه البيوت الزجاجية أيضا أكو ويقدر يسوي كل شيء أحسن من ما تتحول بعد فترة هاي الأراضي إلى يعني تنباع ويبدون يسووها بيوت وشوية شوية 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 تقل المساحات الخضراء اللي المفروض تكون موجودة في بغداد أو في كل عموم العراق. يا أوكي إحنا بحاجة أكو أزمة سكن صحيح ولكن بالمقابل الزراعة شلون هيك عوفها اتركها والله شنو لان ماي ماكو زين جيبوا الالات اللي قال عليها الاستاذ جيبوها بكميات كبيره الاليات تعوض عن الايد العامله يعني مثلا المعدات تزويد وزاره الزراعه الفلاح بالمعدات زين هاي عمليه ذاك اليوم بابل قال لنا قلت لهم انتوا خاف ما تراجعون قال والله الراجع احنا ما نريد نطعن باحد بس يبدو يعني انهم هم يعني اهل الكارود يقولون الروح الراجع على مود هاي شو اسمه المرشات والمدري شنو يقول ما نحصلها لو يشتروها من برا وهاي غاليه وهاي ما ادري شنو كذا يعني ما يصير يا اخوان ما يصير الله يحفظكم يعني تخيلوا هاي الارض لو موجوده وكل الاراضي لو يعني لو موجوده بغير دوله هيك مساحات وهيك ارض منبسطه وصالحه للزراعه شو يسوون بيها؟ يقلبون الدنيا والله العظيم مو شفنا وطلعنا وشفنا العالم شلون تزرع وهيك بمسافات صغيره يخلقون من عندها انجاز يا ابو انجاز. نخل باعوه شلون كلهم هاك باعوه بتاعوا صالح محمد خليك وياي هاك باعوه تعال باعوه هاك باعوه هاك شوف باعوه شوف شوف ليش هيك حرامات هاك باعوه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا من اجود الانواع التمر فتشي حرامات والله العظيم حرامات هيجي مشاهدينا الكرام بابا تفضل صح لو ما تاكل تمر انت عين استاذ محمد علاوي هاك عيني هاك استاذ محمد بالعافيه حبيبي استاذ علي اكل تمر كبل ارض صالحه للزراعه يا معودين الله يحفظكم كرموها للنخلة هاي كرموها بالعطاء بالسماد بالتزبير بالمبيدات بدعم الفلاح الله يحفظكم رحمة لوالديكم
ساق اكل تفاتي بالامارات عند احد الاصدقاء يقول عندهم شارع اخذوا نخل من البصره يقول تحت كل نخله مخلين موظف يوميا يداوم يسقيه وينظف مكانه. هذا النخل مالنا بامريكا وصل. نعم. على كل انتظرونا مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وهم اخر ومرشح اخر يحاول ان يصنع حل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا البارت من حلقة ابشر. بالتالي ايضا مرشح اخر مرشح نفسه لانتخابات مجالس المحافظات اللي نتعرف عليه ونشوف ليش رشح نفسه وشنو اختصاصه وش يقدر يسوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا استاذ مسلمد، مرحبا وسهلا، شرفتونا اليوم في مدينة الشاعر الصدرين وان شاء الله تعالى لقاء ممتع ان شاء الله وجودكم ان شاء الله. المرشح قاسم صبار فليع الفوادي، مرشح عن تحالف ابشر يا عراق، رقم القاء 143 تسلسل 79. رشحنا اكيدا مجالس المحافظات خدمة لهنا وناسا باعتبار مجلس المحافظات هو مجلس رقابي تشريعي. هاي المهمة نحسها داخلنا، مهمة وطنية، لازم انه اي انسان يحس بنفسه الكفاءة، يحس بنفسه القدرة على تقديم اي شيء خدمة هذا المجتمع، بالتأكيد لازم يصد هذه المسؤولية بعيدا عن كل المكاسب او ما يريد انه يحقق ذاته، لا بالعكس انه هذه مهمة حسها وطنية لابد انه الانسان يسعى لتقديمها خدمة لهاي الشباب وهاي الناس المحبة. استاذ قاسم عذرا شويه، هذا سؤالي بصراحه شويه زايد عن اللزوم، ما يخالف تحملنا. الكل يقول انه انا قدمت حتى اصير عضو مجلس محافظه بغداد بعيدا عن المكاسب، بعيدا ربما عن المغانم، بعيدا عن المنافع الشخصيه. المواطن شلون يميز انه هذا فعلا جاي ده يشتغل صح، مو جاي يعني حتى بس هو مثلا يفكر مركز مرموق بالدوله، امتيازات الى غير ذلك؟ بالتاكيد انا بالحقيقه ما الوم الناس، لانه اكيد صار عندنا كثير من النماذج كان همهم اول ما استلم المنصب استغل هذا المنصب مصالح او منافع شخصيه، لكن انا ان شاء الله تعالى اكو كثير من الناس كان همهم خدمه الناس وكثير من النماذج، وان شاء الله احنا نسعى. وثانيا اكو رصيد اجتماعي ورصيد اخلاقي ورصيد يعني وظيفي عند المرشح، هذا يعني يشفع له انه يقدم ما يقدم خدمه الناس. بالتاكيد انا هسه بروح لكثير من الناس يقول لك مثلا هذا المرشح لا اخلاقه وسلوكه وتربيته بالتاكيد راح تنعكس على العمل الوظيفي وعمله اللي راح يقدمه، فان شاء الله اكو كثير من النماذج واحنا ان شاء الله من هذه النماذج راح نقدم وشوف التغيير اللي يحصل. راح المواطن البغدادي بالتاكيد راح يحس بالفخر انه هيك نماذج راح تخدمه بهذه الفتره القادمه ان شاء الله. المجاملات والعلاقات اللي هي هسه بدها تحكم نوعا ما، والله مو نوعا ما، بنسبة كبيرة واقعنا السياسي، واقعنا الخدمي، الاقتصادي، كل الجوانب. بالتالي يعني عضو مجلس المحافظة راح يكون مضغوط أو ربما تابع لجهة معينة هو ينتمي إلها، فما أعرف أنت شلون راح تحقق منجز على أرض الواقع في ظل هكذا أجواء بها مجاملات وبها ربما اتفاقات، ربما في تمرير قرار تصويت عليه من خلال رفع الايدي، فما اعرف انت راح تكون من هاي الزاويه تنزوي ويا هذا الجو لو لا، لك شخصيتك ولك قرارك ولك رايك ولك لك همك اللي تريد تدافع عنه حتى ترفع عن كاهل المواطن البغدادي. سؤال كلش مهم استاذ سلمد وانا اشكرك عليه. بالتاكيد اكو عامل مجاملات موجوده، لكن ان شاء الله انا اول ما قبلت انه الترشيح اول ما قبلت كان عهدي ويا الاخوان انه عنصر المجامل ممنوع، انا جاي اخدم، تسمحوا لي انه جاي اخدم ناسي اهلا، بس ما تسمحوا لي الان اخاف. الناس لقيت صراحه التجاوب كلش كبير وطول مطلق الصلاحية، انه قالوا انه احنا كيف انه اكو ناس هيك عندها حس وطني جاي تخدم اهلها، ماكو كل مجاملة ان شاء الله تعالى، الانسان المستحق هو اللي راح ياخذ دوره بشكل مباشر بعيدا عن كل المسميات وكل العلاقات. ليش اختاريت هذا الملعب الخماسي انه نقعد هنا ونسوي اللقاء، شنو السبب؟ والله بالحقيقة انا انسان رياضي سابق واحس بمعاناة الشباب الرياضيين كثير من تعرف انت نسبة الشباب هسه بالمجتمعات خصوصا المناطق الشعبية نسبة الشباب جدا عالية، هذه الشباب يراد لها فرصة ان تتخلص من كبدها بعيدا عن كل
اكو تعرف انه الشاب ما يلقى فرص عمل، ما يلقى كذا فشي متنفس، يتجي الى شغلات ثانويه. انت شلون تخلصه من هاي الشغلات الثانويه اذا ما توجد له فد مساحه يتخلص المكنون اللي بداخله، مثل مساحات رياضيه، ساحات يعني مشاريع رياضيه، منتديات رياضيه، بالتالي هذا لا انه انت كمرشح انت تاخذ بهذا بعين الاعتبار. مثل ما قلت لك احنا هسه شباب يوجد في مدينه تشعل ما يقارب 150 فريق شعبي. هذا 150 فريق شعبي تدري كم ساحه احنا عندنا رياضيه؟ 5 ساحات فقط في مدينه تشعل. هاي ساحه مسيره كبيره بشبابها، كبيره بناسها، بشيوخها، 5 ساحات رياضيه. هذا ايش وقت يجي يحصل هذا الفريق الشعبي على فرصه انه يلعب؟ ثانيا هاي الاكاديميات الرياضيه الساحات 500 اكاديميه تدري ما مرتبطه باي جهه رسميه لاتحاد كره القدم. لا لجنه اولمبيه، لا جهه رسميه، لا مجلس محافظه، لا هاي كلها تمويل ذاتي. هاي من حقهم علينا انه لازم ان شاء الله اذا فزنا او استطعنا الوصول لابد ان نربطها الاكاديميات باي جهه رسميه، حيث لانه تمويل ذات الناس، الناس منين تجيب؟ الى متى؟ لازم ندعمها، لازم نقدم لها كل ما نستطيع لاحتضان هاي الشباب، هذا الشباب هم الامل، هم المستقبل، هم الحاضر، وبالتالي لابد ان نولي يعني اهميه جدا كبيره وقصوى لهاي الشباب. زين سؤال اخر، هنا بالشعله اكو مكتبة عامة؟ بالتأكيد أكو مكتبة عامة ذات السلاسل كانت كل مكتبة عامة، يعني الطالب أو اللي يبحث عن ضالته في إيجاد معلومة يلقى كتب بكافة الاختصاصات ومجانا. أكو هيك مكتبة، مكتبة الشعلة قديمة جدا. بالتأكيد ما تكفي، بس احنا نطمح انه نعززها المكتبة الثانية في غير منطقة، مو بس الشعلة، في الرحمانية، في حي الجوادية، في كل مناطقنا. بالتأكيد هاي تواخذها بالتأكيد، لانه كلش مهمة. مشاهدينا الكرام، المكتبات العامة المفروض متوفرة في كل المناطق. ليش؟ لان هاي المكتبات بيها مثلا حبيبنا هنا، شو اسمك انت؟ امير. اسمك؟ امير. اموري. يريد مثلا يقرا فد قصة، او يروح ويا اخوه كبير، او ويا ابوه، او ويا اي احد يريد يقرا فد قصة، يروح للمكتبة يقرا قصص، يريد يلون مثلا. اكو واحد اكبر من امير مثلا، لا يريد مثلا يحب الجغرافيا، يطلع الاطلس، اطلس العالم، يلقى بيضالته معلومات كذا، ما اعرف شنو. مو بس احنا بس على الموبايل وما اعرف شنو كذا، لا، لازم عندنا كتب بمختلف الاختصاصات، و هاي تنمي من ثقافة الشخص، تطور من إدراكه ووعيه وقابليته. تمام؟ بالتأكيد بالتأكيد، هذا نقطة جدا مهمة، لأنه عمر الموبايل، يعني مو بس احنا عمر المقاطعة أستاذ، مو بس نفكر أنه نسوي ملاعب، أوكي الملاعب مهمة حتى نسحب هذا الشاب اللي مليان طاقة، بدل ما يروح نرجيله وما أعرف شنو وأشياء مو زينة وستار يا ربي ربما مخدرات ولا غير ذلك، لا، نجيب الرياضة، ويا الرياضة لازم أكو مخ بمعلومات، تحقيق ذات، بشخص تنمية بشرية، نرفع من قابليته حتى يعرف شلون يفكر، شلون يتخذ قرار، شلون ينجح في حياته، شلون يقدم خدمات، شلون يكون يعني إنسان عنده ذوق في اختيار الأشياء والألوان وكل شيء. احنا من كنا صغار صراحه الساسه ما كنا نروح المكتبات، صحف انا تعنى، الله شاهد، تعنى من بيتنا الى مسافه جدا بعيده اروح اشتري جريده. عمر الموبايل وهذه المعلومه الالكترونيه مد مو بقيمة القراءة، بقيمة الكتاب، من تطالع تطلع عليه وتقرأ صحيفة وكذا. احنا صراحة نأكد على وجود مكتبات، لابد أن تكون مكتبات والمدارس نفس المدارس، نحث المدارس اخوان المدارس. كل مدرسة المفروض بها مكتبة، بس هسه واحد يقول هو أصلا صفوف ما عندنا، شلون نسوي مكتبات؟ على كل سفرات مدرسية أستاذ، سفرات مدرسية أنه ياب اليوم الصف الفلاني، الصف الفلاني، المدرسة الفلانية تتوجه للمكتبة، اقرأ الكتاب، اطلع على الكتاب يا ابو، هذا الكتاب راح يكون بحصتك، اقراه واشرح لي شبيه هذا الكتاب واخذه لك. هذا مختصر بالضبط. احنا ان شاء الله ناكد من خلالكم، من خلال قناتكم الكريمه، من خلال كل الاخوه، انه لابد انه ايجاد مكتبات عامه للطلبه وحثهم، وايجاد البرامج الخاصه في التلفزيونيه او الاذاعيه في تنشيط الفكر والتنميه البشريه لكل الشباب العراقي. اتمنى لك كل التوفيق. اشكرك استاذ سلمى، شرفتونا اليوم. الله يحفظك يا ابو. شو اسمك انت؟ محمد. ابو جاسم ياسف، وقف وقف. شو اسمك انت؟ سجاد. ورده سجاد. يا صف رابع. صف رابع. شلون التدريس؟ زين. زين؟ اي. كم واحد قاعد وياك بالرحله؟ واحد. بس واحد. ممتاز. بس واحد وياك بالرحله. صبوره من تكتب المعلمه او المعلم اللي يكتب على صبوره تفتح مو صبوره زينه؟ ايه. كهرباء اكو؟ ايه. صف نظيف؟ ايه. حمامات نظيفه بالمدرسه؟ ايه. ممتاز. ممتاز. مشاهدينا الكرام، مثل ما تشوفون احنا دا نحاول نسلط الضوء على
كثير من المواضيع اللي نحتاجها في بلدنا انه نشوفها بحلة جديدة، نشوفها بشكل جديد، أسوة بدول العالم، خاصة الدول القريبة من عندنا. شفناهم، شفنا مدارسهم، شفنا طريقة التعامل ويا الطلاب، شفنا الأشخاص اللي هم المفروض يكونون في سدة الحكم أو كبرلمانيين أو في وزارات مختلفة. وأيضا دنشوف الأخوة اللي هم إن شاء الله يكونون أعضاء مجالس محافظات، وأمنا بيهم كبير إن شاء الله، يغيرون من الوجه الحزين للوطن إلى وجه فرح إن شاء الله. هاي الطاقات ذولا باشر عقب يصيرون هم أسياد العراق. شلون أسياد العراق؟ لما كل واحد من عندهم يحقق ذاته وينقبل في كلية محترمة ويكمل دراسة، مو بس بكالوريوس، لا، شهادات عالية. الشاب العراقي شاب ذكي، لكن يحتاج إلى أنه أحد يخليه على سكة صحيحة من أجل أن يبدع. مهمتكم يا حكومتنا، مهمتكم يا مسؤولينا، مهمتكم يا أعضاء مجالس المحافظات. انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا البارت من حلقة برنامج أبشر. مثل ما تشوفون إحنا قاعدين بهذا الشارع عيني، رغم بساطته لكن حقيقة إحنا بالضبط بصف مدرسة. ما نريد نقول اسم المدرسة ولا في داخل المدرسة نصور، لأن إحنا بصراحة نمتثل ونطبق القرارات والقوانين، خاصة بالنسبة للي قالت عليها مفوضية الانتخابات. وعندنا شخصية مرشحة لانتخابات مجالس المحافظات راح نلتقي بها، وهي مديرة هاي المدرسة، ونتعرف عليها وشنو معاناتها كمديرة مدرسة. وأكيد لما عندها معاناة أكيد عندها مقترحات لحلول، فنتعرف عليك ست. انتصار هادي جوادي الحشيمي، مديرة مدرسة. الشرف بيك. علي الشرف. الله يخليك. عندك خدمة؟ عندي خدمة مديرة 5 سنوات وبالتعليم 15 سنة. ممتاز. وتسلسلش بالقائمة؟ القائمة 143 وتسلسل 40 على تحالف أبشر يا عراق. الشرف بيك. الشرف. ممكن تقولي لي شنو معاناتك كمديرة مدرسة؟ كمديرة مدرسة أول شيء قلة البنايات وزيادة عدد التلاميذ وقلة الكوادر التعليمية، نعاني من عدها بالنسبة لنا كمدراء مدارس. فنحاول إنه إحنا نجد حلول بكثرة بنايات، نطالب ببناء أكثر يستوعب عدد التلاميذ. أنا أريد معاناتك كمديرة مدرسة أنت هسه حالياً بهاي المدرسة. صفوف عندك؟ صفوف عندي موجودة. بعد وين الخلل؟ الخلل عندي قلة كادر. قلة كادر ما عندي، قلة وسائل تعليمية ما عندي. لحظة، قلة كادر يعني مدرسين ما عندك؟ مدرسين ما عندي، يعني أغلب المدرسين حسب التسوية اللي سواها نقلوها للأطراف. فعندي قلة كادر. يعني شنو ما عندك كيمياء، ما عندك أحياء، ما عندك علوم ابتدائية؟ ابتدائية. يعني ما عندي علوم رياضيات، ماكو انجليزي، ماكو عندي معلمة توفت، يعني عندي نقص هواية بالكادر. بالتالي شلون تعوضين أم العلوم أم الرياضيات أم أنا عندي سابقا مدخلة معلماتي دورات. زين. فأحاول أسد النقص بالموجود، يعني أمشي بالعمل الموجود. بس هم مو اختصاصهم. وطالبت مو التربية، قالت أمشي بالموجود الحد اللي من مفركم اختصاص. أنا لازم أمشي. زين، من سووا تسوية ليش دفعوا بالأطراف وتركوا المركز؟ دفعوا بالأطراف لأن المحاضرين اللي جموا جدد ثبتوا عقد حسب اللي وقعوا ويا التربية تعهد لازم يداوم بالأطراف. زين. فنقلوا من عندي. وكل المدارس حسب القانون لازم بالأطراف. أغلب المدارس نفس المأساة. خافان شوي أقل يعني من عندهم عندي شوي كادر، باقي لا أدعس من حالتي. فنقلوها للأطراف. فقمت تعوضين. المعلم مال هاي المادة يدرس هالمادة. عندي مثلاً اختصاصات كلها عربي بس ما عندي علوم رياضيات أو عندي إسلامية أو عندي اجتماعيات، فأحاول أسد. زين، هذا ما يأثر على مستوى التعليم؟ لا، المعلمة الضعيفة أخليها تدخل دورة أو معلمة قوية تدربها على مود من تدخل للطلاب، يعني ما يصير. زين، هنا أنا وهي كلها يعني نقاط تؤدي إلى مشاكل، بس إن شاء الله عندك الحلول. لما تعرفين عندك معلمة ضعيفة تدخليها دورة، تقولي لها تواجهها، تقولي لها ترى أنت ضعيفة. يعني من يطلبوا من عندي القسم الإعداد والتدريب أسماء معلمات مثلا دورة عربي، أشوف يا معلمة اللي عندي في نظري وأنا زارتها وأعرف مستواها ضعيفة، فأرشح اسمها أدزها للدورة حتى تتقوى. أو هنا بالمدرسة. زين، هي تزعل مثلا من تقولي لها أنت ضعيفة؟ أكو من مو كلنا يقبلين هذا الشيء. يقولون واحدة تقول لي تروح برحاب الصدر، الثانية لا تزعل تقول لي يعني ما أقدر، فأنا شو أجاوبها؟ أقول لها أجي أمر باسمك. فأجبرها إنه هي تروح.
بغض النظر عن كون انت علاقتك بيهم علاقه اخويه ومرتبه تختلف، بس الدوام والمسؤوليه تريد لازم امشي مدرسه يعني اقودها انه انا اعبرها لبر الامان، خصوصا الان نسب مدرستي كلش مرتفعه 100%. ممتاز 100% ممتازه. اذا انت من خلال كلامك اعرف انه انت شخصيه قويه مو شخصيه ضعيفه، شخصيه قياديه مو انقياديه. لا ممتاز الحمد لله ممتاز. شخصيه قياديه يعني باصعب الظروف اجد حلول. هسه اليوم انا فاجئوني بقرار من الاشراف، مدرسه من المدارس صاير عندهم مس كهربائي ومدرسه كهربانيه فعلى اساس يحولوها حولوها ويا دوامي، يعني صرنا ثلاث مدارس هنا من يوم الاحد راح يباشر عندي ثلاث مدارس، لازم اني خلال هاي اليومين الجمعه والسبت اعيد برمجه مدرسه كامله على دوام من الساعه ب 11 للساعه بثنتين. من 11 للثنتين وبالتالي هاي كم ساعه طالب شفته من الدرس؟ هاي بعد يقول لك هذا الموجود عندنا حد ما نحل مساله ذيش المدرسه، لان ظلت المدرسه وطلابها بالشارع وين يروحون فيحولون بالمدرسه. من حل ذيش المدرسه شلون؟ من حل ذيش المدرسه انا ظل اطالب الجهات المختصه لحد ما يلقوا لي حل، لان انا هذا اللي اقدر عليه وامشي اقود مدرستي باللي اقدر عليه. انتصار يعني اليوم العفو عذر المقاطعه، اليوم واقع التعليم هاي مو بس ببغداد، بالمحافظات بكل مكان، وهي هو اساس بناء مجتمع صحي ويفتهم لازم من هاي المرحله. حتى بالعام مدرستي ممتازه، حتى التقييم الخارجي اللي طلع علينا يعني طالع نسبه كلش عاليه خصوصا بالتعليم والتعلم اللي هي اهم شيء، لان انا متوسطه ومعلوماتي ادخل دورات اقويهم من كل هذه الامور. انا الدورات وين يروحون؟ يروحون بالاعداد والتدريب بالتربيه او هم بيناتهم، اللي ضعيفه تروح على اللي قويه. ليش ما يجون الاعداد والتدريب يجون للمدارس؟ لا هم عندهم قاعات خاصه واحنا انا عندي قاعه بالمدرسه نوبات الدورات تقيموها يمي فهذا الجانب هم فايدني بهذا الشيء فيجون يمي هنا. مشاهدي الكرام مساله الدورات ترى كلش مهمه للمعلم وللمدرس يروح دائما، واتمنى انه يعني جماعه الاشراف والتدريب مو الاعداد والتدريب الاعداد والتدريب يدزون كوادرهم يعني مو بس هو لازم حتى قريبين يكونون من عندهم ويشوفوهم يعني مباشر شلون يتعاملون ويا الطالب، يعرف يوصل ماده ما يعرف يوصل ماده، شخصيه كئيبه شخصيه انفتاحيه شخصيه ايجابيه لو مغلقه لو يعني على كل هاي ما اعرف. الاعداد والتدريب هم يعرفون يسووها يرتبوها. مدرسه استلمتها معدومه يعني نسبها صفر 20%، ورادوا يجيبوا لي غير مدرسه بس صريت على هاي المدرسه، انا مدرستي بالطفوله احبها. قلت لهم انا اريد اصلحها. احنا وين بها منطقه؟ منطقه الشعله قطاع الثالث. اذكر اسم المدرسه. كم صف عندك؟ عند 12 صف بالمدرسه. 12 صف؟ 12 صف فعلي بالمدرسه. شو احنا مشاهدينا الكرام كنا نتمنى انه مثلا يعني نصور الصفوف نشوف مثلا وضعيه الجام الارضيه الرحلات الكهربائيات بس قانونيا حاليا ما نقدر على مود. لان انا ويا اولياء الامور عندي علاقه كلش طيبه ويا مؤسسات المجتمع المدني فيعني متعاونين. ولا شيء يسوون المجتمع المدني؟ المجتمع المدني يعني الايتام الارامل يعني اللي عندها ايتام بالمدرسه يعني يفيدونا بهذا الشيء. ممتاز. اي اكو تعاون وياكم وين المدرسه وهذا ما اجى من فراغ يعني صار خمس سنوات ترى يلا قدرت احقق هذا الشيء. كتب وزعتي؟ الكتب اللي وزعتها وسطتني التربية نسبة 85% وسطتني التربية وأنا عندي من العام باقي عندي فمدرستي فضل من الله. شكي قل عندي شلو يعني؟ لا الكتاب اللي وزعته اللي أحس بأني قديم نسبة نظافته 85%. ممتاز. أي. ممتاز ممتاز. حافظ على نظافة مدينتك. شلون بالله رميك للنفايات في الأماكن المخصصة لها يعني بيئة نظيفة. شعارات صارت بس على الحيطان. هذا اليوم كان موضوع حديثنا باجتماع مجلس أولياء الأمور، لان احنا بالنسبه لنا تحدثوا على الشارع وتحدثوا على المدرسه يعني طفله او تلميذه اللي عندي قالوا تشتري قالوا من تشتري من الحانوت سيت من تطلع الطفله تذب القاع يعني بساحه المدرسه او تذب الشارع مال المدرسه وهذا الشيء شلون؟ قلت لهم انا مو بس دوري اني او دور معلماتي انتم هم دوركم الاهل تعلموها ونتعاون على مود نسوي هذا الشيء، يعني نعلمها انا عندي حاوير من تمشي تذب الحاوير من تطلع برا المدرسه ما تذبها بالشارع، لو تخليها بعلاقه احد اقرب حاويه تذبها لو تاخذ مثلا وياها بالبيت تذبها ببيتها. ممتاز ممتاز. زين ست بلا زحمه عليك مسألة أنه طالب مستواه مو زين وانتهى العام الدراسي وهو ما يستحق عبر مرحلة ويجون أهله عيني وفدوة ومشينا وما أدري وكذا وهيك شيء، شلون تتعاملين ويا هذا؟ أنا ما أقول لك ما جوني جوني وأكون ناس حتى يعني جاوزت علي بس أنا أقعد وياه أقنعه أقول له مثلا إذا أنت لا تعبر مرحلة أنت اللي راح تتعب، ليش راح يصعد ما يفتهم؟ هم راح يوصل لك حد يوقف بيه بينما أنت لا تعيش سنة ويصعد المرحلة الثانية راح يصعد يفتهم ويعبر بقوة أنت مرتاح منها. يعني أنت مديرة مدرسة ناجحة وواثقة من خطواتك، ليش رشحتي أن تكونين عضوة مجلس محافظة بغداد؟ أنا من أنا مديرة مدرسة أخدم الناس وساعدها هذا طبعي، فأنا أريد أكون سلطة للناس
من الجهات المختصة، أريد أكون عندي يعني مثل ما يقولون صوت أقوى، أقدر أوصل معاناتهم. هواي ترى عندنا مجالات مو بس التربية، أنا يعني كمديرة نقلت مال التربية، بس عندنا مثلا الصحة، عندنا المستشفيات تعبانة، تحتاج أجهزة. والله أنا أقول لو تركزين بس بهذا المجال كلش كافي. لو تركزين بس يعني بهذا المجال، لجنة التربية والتعليم كلش كافي. كل زينة، أنا يعني بالنسبة لي بالتربية ويعني ويا التربية. على اعتبار اختصاصك. تحبين شغلك، جزء من المنطقة وكذلك جزء من هموم الناس. أنا يعني مو بس على مدرستي أحل الأمور، أنا يعني مدارس أخرى تجيني الناس، يعني حتى البنات اللي تخرجن صف سادس يروحوا الأول متوسط، من يحتاجون شغلة بالمدرسة الأخرى، أروح للمدرسة أحاول أساعدهم، يعني أنا مو يقتصر بس أحل مشاكل مدرستي، لا، أحل مشاكل كل المدارس، فيعني شهادة المنطقة والأهالي، هذا الشيء كله يعني موجود. زين حملتش الانتخابية بلشتي بيها بعد إيش؟ بلشت والتقيت بالناس والتقيت بوجهاء وعشائر والتقيت بهاي أمور. وما شفنا ليش فد فليكسة فد شيء فد بصراحة دا استلمهن من هاليوم إن شاء الله بدعلك إن شاء الله إن شاء الله يسر الأمور. أتمنى لك كل التوفيق للجميع. عندك شيء تريدين تقولي للمواطن العراقي؟ أقول للمواطن العراقي كون لا يريد ينتخب ينتخب الأصلح، ولا يظلون مثلا مصرين على فكرة أنه مثل السابقين ما سووا شيء. ترى مو كليها سوى صح لو لا، أنا بيدي أغير، أجيب الإنسان الصالح أحطه بهذا المكان، اللي ما يصلح أنا مخليته، هذا القبلنا اللي ما صلح أنا خليته بيدي، أنا انطيته صوتي، فأنطي صوتي اللي يصلح. إن شاء الله تصيرين عضوة مجلس محافظة بغداد، لا سمح الله لو صرتي في موقف أنه أكو فت قرار لازم يمرر، ولا سمح الله، وإن شاء الله ماكو هيك شيء، ولازم يعني موافقتك ترفعين إيدك، وإن شاء الله ما ننساك. هذا ما مشي بي، أنا بحياتي العامة وبلاي ما مشي بي، فشلون أنا طبقة العدالة ما خلوني بهذا المكان على مدى عبر قرارات؟ لا، إذا أنا ما استحق هذا المنصب، هذا عبر القرارات. إحنا نتمنى لك كل التوفيق، توفيق للجميع بصراحة. شكرا جزيلا. مشاهد الكرام، حقيقة شخص نقلي صارت فد مرة، ما أريد أقول وين، في إحدى المجالس مرر قرار رفعوا الأيدي بفلوس، مع كل الأسف. لذلك ولأن دور مجلس محافظة بغداد وكل المحافظات العراقية بحاجة إلى أنه يكون مفعل، لأن دور تشريع رقابي، أملنا بهاي الوجوه الجديدة أنه تحقق منجز على أرض الواقع إن شاء الله. بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا البارت من هذه الحلقه. ايضا شخصيه اخرى مرشحه لانتخابات مجالس المحافظات، راح نتعرف عليها ونشوف شنو اختصاصها، ودكتوره، وحقيقه احنا نشجع كل الاكاديميين اللي يحاولون انه يصلون الى مراكز متقدمه بالدوله يكونون عندهم شهاده. هذا الشخص اللي عنده شهاده دائما يكون انسان تعبان على نفسه واكاديمي، وبالاضافه الى انه هو يعني طريقة تفكيره تختلف. فخليكم ويانا مشاهدي الكرام حتى نعرف المزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، سعد مسائك ومساء الخير على كل العراقيين. الله يحفظك. الله، ممكن تعرفينا بنفسك؟ سهراء خلف، طبعا أستاذة في جامعة بغداد كلية الآداب، وأيضا صحفية بكالوريوس صحافة الجامعة العراقية. وحاليا شنو طبيعة عملك؟ شو تسوي؟ والله يعني احنا في مرحلة التثقيف حاليا، وبالإضافة إلى عملنا كثير من البرامج، يعني خصوصا هسه احنا اليوم بمكتبنا عملنا يعني انه تدريس، فتحنا تدريس خصوصي للأيتام مجانا وللطبقات الفقيرة بنصف القيمة. باعتبار احنا نساعدهم انه يذهبون إلى غير يعني مركز أو تدريسي، ويعني إعطاء مبالغ يعني عالية جدا. ممكن تشرحي إياها مرة ثانية؟ طيب يعني احنا لحظه، هسه هاي هذا المكان انا شفت اكو اول ما دخلت. طيب. اكو طالب طلاب، نعم، ومدرسه ايضا، اختصاص عربي ووحده اختصاص انجليزي. اي بالضبط. تسلم. هذه مجانا ولليتيم، واللي مو يتيم يعني اللي والده ما متوفي او والدته، انه يعني بدل ما يدخل يعني درس خصوصي ب50,000 و60,000 واكثر، يعني 70 فما فوق او 100 بعض يعني الاشخاص ياخذون، لا هي تاخذ 20 مثلا. ممتاز، مدعوم. بالضبط. اي وزين، انت شو قد تنطيها لل طبعا هو هذا المكتب احنا ما ناخذ من المدرسين فقط، يعني هي مجرد كروتها وهذه وجيتها وهذا. هي ايضا متعاونه، وهي ايضا متعاونه بهاي الخدمه يعني. ممتاز. جزاها الله خير الجزاء. بعد دخلت ذيك الغرفه، ادرى مشاهدي الكرام يعني
لقيت فايلات، شنو هاي الفايلات ما شنو؟ فايلات ملت المراقبين والبقية إنه ملت الرعاية الاجتماعية. إحنا مو لأن أنا مرشحة وهسه يعني حاليا دا أقدم يعني يعني أساعد الناس بالرعاية الاجتماعية، لا من فترة يعني سابقا من كنت أعمل يعني في سابقا في مؤسسة الشهداء لهيئة الحشد الشعبي، فكنت متعاونين يعني أنا والحجي والدي الشهيد أبو أحمد المهنة رحمة الله على روحه، إنه ناخذ من الأشخاص اللي يعني اللي مقدم على الرعاية. والد الشهيد احمد المهنه. اها بيشتغل هنا؟ اي بالضبط، هو مدير الحمله الانتخابيه مالتنا. هو حاليا بوعكه صحيه، فلهذا السبب هالاسبوع ما جاي. تسلم، شكرا. ابو احمد الله يرحمه اللي استشهد بال بالضبط اي اللي استشهد بالمظاهرات. المظاهرات تمام اللي بالسجاكين يجلس الشورت بالضبط. اي اللي هو كان مصور في هيئه الحشد الشعبي رحمه الله على روح انسان بسيط جدا كلش يعني احمد رحمه الله على روحه، تاثرنا كليتنا حقيقه للاستشهاده، وان شاء الله هو مسكن الجنه ان شاء الله ربي. كل الشهداء يعني يرحمهم ان شاء الله برحمته الواسعه لهم منزله خاصه، يعني خصوصا من ادخل يعني بيوت عوائل الشهداء وادخل في تفاصيل حياتهم الشخصيه، فاجد يعني حياه الشهيد عباره عن يعني شلون نقول عباره عن صفحه بيضاء جميله، يعني كانوا جدا يعني يرسمون الابتسامه للجميع، علاقاتهم الاجتماعية جدا جميلة، فللشهيد نشوف اليوم منزل عظيمة جدا يعني. فأبوه يشتغل هنا وياك. بالضبط. بالتالي أنت ليش رشحتي حتى تكونين عضوة مجلس محافظة بغداد؟ شنو السبب؟ السبب هو الأول والأساسي أنا هدفي يعني ومجيء للانتخابات هو المساعدة. يعني اليوم خدمة الأيتام خدمة عظيمة، وجرح الحشد الشعبي يعني نحن لولاهم لما جالسين إحنا هنا. فبالضبط يعني أنه أنا كنت أطمح أنه هذه المساعدة لهذه الفئة أوسح لجميع الفئات، الشباب، النساء، كافة فئات المجتمع العراقي، لأن إحنا اليوم بحاجة إلى طاقات شبابية جديدة تعيد الثقة والمصداقية بجمهورها. لطيف، أنت حضرتك اختصاصك باحثة اجتماعية. أي بالضبط، نعم. وبالتالي الباحث الاجتماعي اليوم وين المفروض يتواجد في أروقة الدولة؟ نعم. بالمدرسة، بالمحكمة، دوائر الدولة، وين يعني بالضبط حتى يقدم خدمة؟ نعم، الباحث الاجتماعي طبعا هو اكيد هو قسمنا قسم علم الاجتماع قسم مهم جدا، لانه يدرس السلوك الاجتماعي في المجتمع وفي كافة المجتمعات، وايضا ينطلق في كافة الظواهر الاجتماعية ويدخل في كافة مجالات الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية. فعلم الاجتماع جدا مهم، نجد الباحث اليوم الاجتماعي مهمل خصوصا عندنا في مجتمعنا العراقي، لانه ما يعني ما مسلطين الضوء على الباحثين الاجتماعيين باعتبارهم هم الباحث الاجتماعي يدرس جميع هاي التفاصيل ويحللها، واضافه الى هذه يعطي ايجابيات وتوصيات ونتائج لحلول هذه المشكلات الموجوده عندنا في المجتمع. فالباحث الاجتماعي نجد ضروره مهم، يعني اليوم هو تواجده في كافه مؤسسات بالضبط، في المستشفيات، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الكادر يعني في الكوادر التعليمية، بالمحاكم، أيضا بالمدارس، لأنه يعني ينطلق ضمن الإرشاد التربوي اللي هو متخصص في يعني مشكلات الطلاب. واليوم احنا نشوف المشكلات يعني عديدة، خصوصا يعني من انطلاق المشاكل اللي بدت مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من بعض التفاصيل المهمة اللي لازم نسلط الضوء عليها لنجد لها حلول مناسبة حتى نساعد هؤلاء يعني الطلاب للارتقاء بمستقبل جيد. هذا الكلام جميل جدا، لكن صفر التطبيق على أرض الواقع. نعم فعلا، للأسف، لأنه اليوم إحنا من ننطلق يعني لازم موجود عندنا مساعدة ودعم من قبل الحكومة، لأنه اليوم القانون جدا مهم، يعني الحكومة جدا مهم، يعني ضروري أنه هي يعني شلون نقول تدعم هؤلاء الباحثين الاجتماعيين في إيجاد هذه المشاكل. لأنه اليوم احنا مثلا مسألة الطلاب يعني خصوصا يعني نشوف المواقع التواصل الاجتماعي، يعني الطالب يشوف اليوم ما يهتم بالدروس، يعني مجرد انه هو ملتهي بالايباد او الموبايل او كذا. فاليوم الحكومه لما تحجب في قانون حجب المواقع يعني مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها يعني الاشياء يعني الامور الغير محببه السلبيه اللي شاهدها الطالب، راح نجد ان الطالب يعني يرجع مستواه ويصير طالب يعني
مشاطر ويتابع دروسه ويصير إنسان كفوء بالضبط مثل ما كنا سابقا. يعني إحنا من ندرس كنا سابقا ما في مواقع تواصل اجتماعي، فنجد تركيزنا فقط على المادة، على دروسنا يعني على المادة الموجودة على امتحاننا اليوم. لا، الطالب نجده مهمل، يتابع يمتى يرجع للبيت حتى يتابع المسلسل اللي يشاهده بالآيباد أو بالضبط هذه التفاصيل. بالتالي في يوم من الأيام رح تصورت في أحد المحاكم، عارفين أكو محاكم مختصة بالطلاق وكذا ومشاهدة الأطفال وكذا. نعم. فلما ما تصير اتفاق بين الأب والأم، نعم، المطلقين اثنينهم في رؤية الأطفال، المحكمة هي توفر قاعات إلى غير ذلك. طبعاً قاعات جزاهم الله ألف خير، هذا المتوفر يعني، ولكن مو بغرف معزولة، ناس كبار ناس وتعرفين حكي وكذا وتصير يعني هواي أشياء تظهر. نعم. وأكو باحثين. نعم. الباحثين الموجودين بعضهم متفاني والبعض الآخر لا، مثلاً تشوفيه هو مال من نفسه. يا دوب شو اسمك، شو وقت ترجع الطفل، شو وقت ما أدري شنو، شو وقت كذا كذا. الحين بعض الإجتماعي شو يدور في مثلاً حل مشكلة أو تقريب وجهات النظر من أجل حل حالة المشاكل بين الرجل والمرأة حتى يعود هذا البيت مرة ثانية متماسك ويسدون صفحة الطلاق والانفصال إلى غير ذلك. مشكلة الطلاق أستاذنا اليوم يعني مشكلة الطلاق كثيرة، يعني كثير يعني حالات الطلاق نشاهدها ويعني أرقام إحصائية يعني كبيرة، ويعني هو مش لأنه اليوم المجتمع يعاني من مشاكل كثيرة، يعني أنه انفصال الأب يعني عن الأم بسبب يعني حالات يا أما ربما يعني بسبب يعني مثلاً حالات اقتصادية، إنه الزوج ما يقدر يوفر لزوجته يعني معيشة، إضافة مشاكل كثيرة، بحيث تجد اليوم إنه من تدخل أي محكمة تجد الحالات جداً يعني مروعة، خصوصاً إنه يعني أسبابها كثيرة ونتائجها كبيرة. فنشوف اليوم الباحث الاجتماعي إنه هو أكثر من 25 حالة طلاق باليوم الواحد تأتي، فهذا مو يعني رقم بالضبط، فيصير ضغط عليه، لأنه اليوم حتى من تقعد تتكلم يعني أنه تجد المرأة أنه هي يعني ما تقبل يعني أنه ترجع للزوج، والزوج أيضا ما يقبل يرجع لها، لأنه باعتبار أنه ما يشوفون يعني ضغوط اجتماعية، يعني ضغط اجتماعي أو نفسي في داخل الأسرة. فنشوف اليوم الزوج والزوجة فقط يعني خلص أنه انفصال تام، فالباحث الاجتماعي ما يريد يضغط أكثر يعني على يعني على الزوجين، بالتالي أنه هو يعني بالتالي هو موافقتهم ورأيهم الشخصي، فتجد أنه هو بسبب هذا الضغط الموجود وكثرة حالات الطلاق نجد أنه هو اليوم يعني يتعب كثير. يعني مثلا المفروض أعدادهم تكون أكبر الباحث الاجتماعي، طبعا لانه اليوم الباحث الاجتماعي هو ضروري تواجده في المجتمع وفي كافه المجتمعات، لانه الباحث الاجتماعي هو المحلل وهو ايضا اللي يشخص المشاكل الاجتماعيه، وبالضروره هو اللي يجد الحلول المناسبه له. خلال هذا الاختصاص شو نعم. تريدين تخدمين نعم. المجتمع العراقي وانت في موقع مسؤوليه عضو مجلس محافظه بغداد وباختصاصك؟ نعم. يعني شو مقترحاتك؟ والله مقترحاتي أول شيء إنه هو التعليم، لأن التعليم جدا أساسي اليوم، الاهتمام هو المنطلق الأساسي هم الأطفال، لأن الأطفال هم مستقبل العراق بالضبط. فنجد يعني نحاول قدر الإمكان نسلط الضوء على زيادة عدد الباحثين الاجتماعيين في المدارس. لأنه ضرورة جدا. وهذه ماكو باحث اجتماعي بالضبط، يعني شوف بالضبط مرشد اجتماعي بالضبط، من المرشد الاجتماعي هو كاختصاص يعني من منظور باحث اجتماعي. وين يلحق؟ مدرسة فيها 700 800 ألف طالب. نعم. يعني وين يلحق؟ بالضبط. المفروض كم باحث اجتماعي موجود؟ يعني على الأقل بالمدرسة باحثين اجتماعيين، على الأقل كل مدرسة باحثين اجتماعيين. إضافة نفسي أيضا؟ نعم أيضا باحث نفسي، لأنه نحتاج اليوم الطالب يشوف يعني كثير من الطلبة ضغوط نفسية كبيرة يعني داخل المجتمع، العفو داخل الأسرة الموجود فيها، لأنه أنت ما تعرف الطالب شنو يعاني من المعاناة الموجودة داخل البيت راح يعكسها في المدرسة، يشوفه أنه عصبي ما يقرأ ما يتابع دروسه بالضبط، عدائي مع الأطفال، فهاي كلها نتيجة الضغط النفسي. لو كان متواجد باحث نفسي فكان يعني بالضرورة نجد له حلول. كامل والتسلسل رقم القائمة ونصيحتك للناخب العراقي.
نعم. زهراء خلف زاير تسلسل 36 والقائمة 143. والله نصيحتي إلى الناخب اليوم، كل الناخبين لا تعزفوا عن يعني على الانتخابات، لأنه اليوم نحتاج ظهور كفاءات جديدة، وجوه جديدة، لأنه يعني لا تحكمون على ما سبق من المرشحين، لأنه الوفاء موجود ما دام يعني الوفاء مرتبط بالشخص ذاته، بيئته، ثقافته، تربيته. فاليوم إذا أنتوا عزفتوا فراح نجد إنه يعني هؤلاء اللي يأتون عن المصالح الشخصية أو فنجدهم إنه هم اللي فازوا. فبالتالي إحنا ضروري لازم يعني ننتخب الإنسان الناجح، متحيزا عن شخصي لا، لكن أي شخص شوفونه هو ناجح كفوء يحتاج يريد يقدم مساعدة فعلا، هو يأتي يعني 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 فعلا انه هو شو نقول هدفه مساعده، لهذا يعني هذا اللي يستحق الانتخاب، لانه الشخص المناسب في المكان المناسب. تحياتي استاذ سرمد عزيزي. تحياتي مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل مستمرين وياكم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البارت من هذه الحلقه من برنامج ابشر. حقيقة هذا دار الأمل الخيري، مثل ما تشوفون دار يقدم خدمات مجانية للأسعافات الأولية، لتعليم الميك اب والمكياج والأمور اللي تتعلق بالمرأة، بالإضافة إلى دورات في الإعلام، تصوير، مونتاج، إلى غير ذلك من الأمور اللي راح نتعرف عليها بشكل أكبر وأدق مع الأستاذة آمال. السلام عليكم ست. السلام ورحمة الله، حياكم الله. شكرا لكم، شكرا لكم زميلتنا وإعلامية. الله يبارك فيك، أكيد أنتم زملائي وأخواني. الله يبارك. أريد تعرفينا بنفسك وتسلسلك. آمال حميد الشويلي، صحفية إعلامية، مقدمة برامج ومعدة، مدير إعلام مصرف الرشيد ومتحدث رسمي باسم المصرف، ناشطة مدنية ومسؤولة عن دار الأمل الخيري لتدريب لتمكين المرأة اقتصاديا. تسلسل؟ التسلسل 8، القائمة 143، ابشر يا عراق. وش أخبار القروض اللي يعطيها المصرف؟ الحمد لله تمام. بس تعرفوا نهاية السنة فبدينا أنه إحنا اليوم للتطبيقات السنوية، فأغلب القروض والسلف يعني إن شاء الله توقفت والبعض فينا قيد الإيقاف. وبالتالي شقد يأخذون أرباح؟ مصرف الرشيد 5%، لأنه هواية؟ لا أبدا، بالعكس مصرف منافس بنسبة الفوائد اللي تفرض على القروض. يعني إحنا المصرف اللي نافسنا واللي خفضنا فائدتنا في وقت سابق كانت 9% أصبحت 5%. أنت إعلامية حضرتك استعمال وكنا نشوف برامجك وتقريبا يعني افتريت العراق كله تمام لهمتم. بالتالي أنت يعني في يعني محك ويا هموم الناس وأحلامهم وطموحاتهم وآلامهم. هذا اللي دفعك إنه تقدمين الانتخابات مجالس محافظات؟ طبعاً أنا بدايتي ب 2005 ببرنامج سفرة رمضان من قناة الفرات الفضائية، لكن أنا تفاعلي وبيوت أهلنا اللي استمر على مدى 7 سنوات، تفاعلي وعلاقتي اللي صارت مع الناس المتعففين، الأيتام، الفقراء اللي ضحوا بأبنائهم وأبائهم، هذه العلاقة اللي صارت بيني وبينهم دعتني إلى أنه أن يستمر بهذا العمل رغم أنه انتقالي إلى فضائية ثانية وتوقف البرنامج، لكن ما قدرت أطلع من هذه الأجواء اللي عشت بيها مع هذه الناس وهمومهم وحاجاتهم الفعلية. استمرت بهذا العمل بمتطوعين داعمين إلي بأنه يعني أتواصل مع الناس هذه الشريحة وأدعمهم بقدر المستطاع. يمكن أكثر عملي أنه حتى في زمن كورونا اللي قدرت من خلال الرجل الداعم صاحب مستشفى الجامعة اللبناني أنه ندعم الناس من خلال الإيجارات اللي تم دفعها لمنطقة الحرية وبعض المناطق الأخرى للشباب اللي قاعدوا بدون عمل، بالإضافة إلى السلة الغذائية، بالإضافة إلى أمور أخرى كذلك إحنا عملنا بها على تزويج الشباب من الأيتام إلى العلاجات في المستشفيات الخاصة لهذا الرجل، كان في العمارة وحاليا مستشفى الجامعة اللبناني في بسماية. أنه الرجل متفائل بهذا الموضوع متفاني على أنه يعالج العوائل الأيتام والمتعففين مجانا. كثير من الأعمال، لكن اليوم أنا من إجيت وفكرت
كإعلامية وكناشطة بهذا المجال الاجتماعي. اليوم أنا احتكيت بالنساء، لكن وجدت أنه النساء هذه للأسف الشديد أنه يستغلون على السلة الغذائية اللي تعطى من البعض ضعاف النفوس. اليوم أنا ما أريد المرأة تكون أنه تركض ولا أو تبحث عن الحصول على هذه السلة. شنو الفكرة؟ فكرت بهذا المشروع. المشروع طبعا أكثر من سنة تم افتتاحه، ما سنة ونص أو أكثر من هذا السقف الزمني، على زج النساء بهذه الدورات التطويرية. اليوم المرأة شنو هاي الدورات؟ المرأة العراقية بصراحة هي فعالة، لكن مثل ما يقولون على قولت أن أنه العوز والحاجة إلى أنه تمنع المرأة من التفكير بحدود أكبر. اليوم أنا من واجبي الشرعي أنه أنا أشارك هذه المرأة على أنه أزجها بسوق العمل، أطور أنمي أفكارها. اليوم إحنا عندنا دورات كثيرة، اللي هي دورة الخياطة ودورة الحلاقة، دورة الإسعافات الأولية، دورة الحاسوب، دورة المونتاج، تقديم البرامج، التحرير الصحفي، كذلك التصوير. كل هذه الدورات من ينطيها هذه الدورة؟ معي كثير من الأشخاص اللي هم متطوعين بهذا المجال. يعني كل العمل اللي موجود هو عمل تطوعي بالنسبة يعني للداعم لهذه الدار، وكذلك المدربين اللي موجودين هم كلهم أعمال تطوعية خيرية. عندنا خياطة العباءة النسائية، خياطة الملابس. اليوم لقيت النساء يعني يطرقون باب دار الأمل اللي عندهم إمكانية. هو بيا منطقة صاير؟ في منطقة الحرية طبعا، هذا كتجربة بديناها بمنطقة الحرية، لكن أنه إن شاء الله عندنا انطلاقة لهذا في جانب الكرخ، عندنا انطلاقة لجانب الرصافة لهذه التجربة. بما أنه نجحت بجانب الكرخ، ان شاء الله نعممها على الرصافه. صاركم ايش قد انتم بهذا العمل؟ اكثر يعني ما يقارب سنتين بهذا العمل. اي او اقل يعني حتى يكون. من يدعمكم؟ من يدعمكم؟ رجل متبرع ما معلن عن اسمه، اي شخص ما ظهر للاعلام، لكن هو صاحب يعني عنده امكانيه، صاحب مستشفيات. هذا عمله تطوع خيري، واني اعمل معاه من يعني سنوات عديده. وهذه الفكره المشروع هي الفكره اللي طرحتها واللي هو دعمني بها ووافق عليها، على انه احنا ان ننتشل المراه ونساعدها نمكنها اقتصاديا. طبعا بالمناسبه أنا من خلال هذا المشروع وبالتعاون مع التجار في الشورجة من المعارف والأصدقاء، أنه قدرنا نشغل كم فتاة من طالبات بالجامعة أنه يعملون أونلاين على الترويج والتسويق ويستلمون رواتبهم وهم موجودين في منازلهم. كل الفرص العمل اللي ممكن أنه يحتاجوها يرسلوها إلي، وبالتالي أنا عندي جروب لهذه النساء اللي موجودات، ممكن أعمم بهذا الجروب. اللي عندها رغبة بالعمل ممكن أن تعمل وتكون أنه إحنا مسؤولين عنها. ارتباط يكون من قبلنا ما بينها وبين التجار اللي فعلا فعلاً مشكورين تعاونوا معايا بهذا الجانب. هذا الدرس شنو؟ اليوم إسعافات أولية. يعني عندنا إحنا باليوم ما يعادل دورتين أو أكثر من دورتين، على أنه أوقات يعني بجداول أو السقف زمني مرتب. عندي يعني من الموظفات اللي موجودات أنه اللي يديرونهم كذلك متطوعات. يعني حبيت أنه روح متطوعات مجاناً؟ تطوعات مجانا يعملون من 9 الصبح حتى وقت المغرب، على انه استقبال النساء وترتيب الوضع. تعرف اني عندي التزامات كثيره بعملي خارج المنزل، بالمصرف، بالفضائيه، بالعمل الاجتماعي، باجتماعات اخرى. معتمد اعتماد كلي على المتطوعات اللي موجوده، واللي اكو اقبال بالعمل التطوعي. اليوم انا اشوف كثير من البنات يقولون احنا نريد نعمل بهذا ومتطوعين حتى نقدر نقدم. لكن الظرف الاقتصادي صعب، ليش ما تحسبوا لهم راتب؟ شلون الظرف الاقتصادي صعب، ليش ما تحسبوا لهم راتب؟ مشروعنا خيري، ما عندنا فد مردود مادي. يعني احنا ما عندنا فد جهة رسمية تدعمنا، ولا عندنا منظمات دولية تدعمنا بهذا الجانب. هذا المشروع اذا شفتوا اللافتة دار الامل الخيري، يعني كل مشروع خيري مجاني. البنات اللي موجودين هم نفسهم اللي تدربوا. اليوم كثير من البنات اللي بدوا يخيطون بمنازلهم بدوا يفكرون انه يفتحوا، لكن مع ذلك انا عندي مشروع طويل. انا بديته بدار الامل، لكن قلت لهم للبنات يعني إن شاء الله عندي فكرة، ممكن مستقبلاً أكو تجربة فتح مطعم نسوي للبنات، راح أعممها في مدينة الحرية، ويكون إنه يعملون بي النساء.
اللي موجودين بدار الامل. اعتقد هاي بالموصل اكو هيك فكره لو اربيل يمكن. هذه التجربه انا يعني اسافر كثير خارج العراق فاشوف تجارب الخارج شنو اللي عملوه، لذلك يمكن اغلب البرنامج ما موجود في البرنامج الانتخابي اللي طرحته واللي ان شاء الله بعد في مجلس المحافظه راح احققه اذا الله اراد. تجارب الدول اللي حققتها للنساء، اليوم التجربة فرنسا اللي حققتها لذوي الإعاقة، هذه التجارب نقلتها في برنامجي الانتخابي وإن شاء الله أنه عازمة على العمل. اليوم تسألني أنه شنو اللي خلاك ترشحين لمجلس محافظة؟ مثل ما تعرفون أني عندي منصب وعندي مكانة وعندي راتب والحمد لله لا والشكر، أنه لربما أقول أنه الله رازقني رغم الشيء القليل، لكن أحس أنه أني نفسي غنية بهذه الأشياء البسيطة اللي هي بطريق الحلال. لكن اليوم أنا وجدت هذه الناس، من اللي قدم لها المساعدة؟ هذه النساء اللي أنا بصفتي إعلامية إنسانة بسيطة موظفة بالدولة أنه قدرت أن أعمل هذا المشروع الكبير للنساء ومكنتهم اقتصاديا. فاللي يقول أنه أنا ما أقدر أقدم خدمة وما أقدر أعمل، لا، نقدر نقدم الكثير بهذا المجال. أنا قدرت أقدم هذا المشروع، لو أتيحت الفرصة لي كآمال كمرشحة أو كعضو مجلس محافظة، لا، ممكن أني أسير بطريقي وراح أكمل المسير بمشاريع كلش ضخمة تخدم المرأة. وبالتالي اليوم إحنا من نخدم المرأة ومن نطور المرأة ونمكنها اقتصاديا، صدقني راح يكون المردود على المجتمع كله، المردود على الأسرة، المردود على الصديق، على كل. اليوم أني بالإضافة إلى الدورات اللي نعملها، من خلال الدورات أحاول أزج ثقافاتنا الاجتماعية، يعني أنا يكون لي فد 10 دقائق أو 5 دقائق كلام مع المتدربات على التحفيز، على التشجيع، على المبادئ، على القيم، على أنه إحنا نترك الثقافات اللي بها مضيعة للوقت. خلينا نأخذ الثقافات حتى من مواقع التواصل، خلينا نأخذ الثقافات اللي هي تنمي، اللي تبني الأسرة، اللي تنطين، اللي بها القيم الاجتماعية العراقية الأصيلة. زين ست أمال، ما فكرتي من خلال علاقاتك وإمكانياتك باعتبارك أنت إعلامية ومعروفة أنه ترتبين وضع المتطوعات هنا بالتنسيق ويا وزارة العمل، مثلا راتب رعاية مثلا أو فد قروض، لأن هم ينطون قروض وهذا مشروع خيري وبالتالي يفيد طبقة كبيرة من المجتمع خصوصا هنا بالحرية وخاصة النساء، والنساء اليوم بحاجة إلى تمكين ودعم حقيقي حتى يكونون ناجحات ومفيدات بالمجتمع وأيضا يحققون ذاتهم. ما فكرتي بهذا الشيء؟ لا، أنا أبدا ما نسيت هذا الموضوع، لكن اليوم أنا في قيد أنه دا أجهز كمرحلة، أنا كل عملي يكون على مراحل، يعني ما يكون بشكل فوضوي. اليوم المرحلة الأولى أنا أهيئ وأجهز البنات، وقلت لك انه انا المشاريع اللي راح اعملها ان شاء الله بعد انه ما اروح مجلس محافظه، انه هذه المشاريع ممكن ان نفتح محل كمول صغير او لبيع الملابس، ممكن انه بنات دار الامل هم اللي راح يديرون هذا المكان. ممكن قلت لك المطعم اللي راح نفتحه كتجربه جديده، انه مطعم خاص بالنساء، هذا يكون لبنات دار الامل حصرا. اذا انت نصيره النساء ولست نصيرة الرجال؟ لا بالعكس، هي متى ما استقرت المرأة وتثقفت المرأة ونميناها اقتصاديا وارتاحت، بالتالي أنه راح تنقل هذه السعادة على بيتها، تنقل الاستقرار للرجل، تساعده بكثير الأمور. أنا من أرجو أن أوضح أنه مفهوم تمكين المرأة، ترى تمكين المرأة مو بمعنى أنه نجعلها تتمرد على الرجل أبدا. أنا بمفهومي تمكين المرأة أنه تكون مناصرة للرجل. تعرف اليوم ظروف الحياة الصعبة، الرجل ما يقدر يكفي كل متطلبات، وفرص العمل يمكن تتوفر للنساء أكثر من ما تتوفر للرجال. أنا ليش ما أنمي المرأة اقتصاديا وأنطيها مهنة، بالتالي راح تفكر بالعمل، راح تفكر شلون تبدأ، راح تفكر شلون تساعد الرجل بالعيشة هذه الصعبة والظروف الصعبة اللي يمكن راح المشاكل تقل، الاختلافات بتقل، راح تكون مكملة للرجل، وبالتالي الرجل مكمل للمرأة. بهذا الموضوع الاقتصادي، تمكين المرأة اقتصاديا احنا خلقنا استقرار، صار استقرار للأسرة، الأسرة استقرت، شن المشاكل من عندها، راح تعرف شلون تواصل مسيرة تدريس أبنائها، تطورهم. يمكن أنا المحاضرات اللي أنطيهم يعني أغتنم هذه الفرصة حتى الطالبات،
يعني أقول لهم اعتبروا هذا الدار داركم، بمناسباتكم، احتفالاتكم، علاقاتكم، بدل ما تفكرون تبحثون عن مكان برا تقعدون به، لا تعالوا اقعدوا بدار الأمل، هذا ملك الجميع. طيب. هذا مو ست عمال عذرا مقاطعة، تفضل. كلمة أخيرة لناخب العراق، شو تقولي له؟ 18-12 المفروض يطلع ينتخب. طبعاً أنا هذه بكل الجولات التثقيفية اللي أقولها، العزوف على الانتخابات مو صحيح، إذا عزفنا على الانتخابات هذه إتاحة فرصة كبيرة للفاسدين أنه يحتلون المناصب مرة أخرى، فالعزوف صدقوني يعني أبداً مو بصالحنا، أنت إذا عزفت شنو اللي راح تسوي؟ ما راح تغير أو تطور بعملك، ما راح تطور بحياتك، ما راح تعدل مدرسة ولا راح تعدل مستشفى ولا إلى آخره، بالتالي راح يرجع الفاسد ويحتل المنصب. أو على قولت أهلنا دائما بالمصطلح نقول هي نفس الطاسة ونفس الحمام. الأمر الآخر أرجو أن نبتعد عن أنه التعامل مع من يحاول أو شراء الذمم، شراء الأصوات، هذه مسألة أكدت عليها كل القيم والأعراف ومرجعيتنا، أنه بيع الأصوات هذه مشاركة للفاسدين، وبالتأكيد راح نقف حان الفاسدين. دائما أقول لهم أنه الفاسد اللي اشترى الصوت ب50 راح يكون وضعه أفضل، لأنه ترفه بالدنيا وخسر الآخرة، لكن أنا اللي دفعت 50 راح أخسر الدنيا وأخسر الآخرة، يعني المشيتين متيهة. فأرجو أن انه عدم العزوف عن الانتخابات بغض النظر لا ينتخبون امال، اكو كثير من الناس النزيهين والنظيفين اللي ممكن ان نصعدهم لمجلس محافظه، تعرف مجلس محافظه خدمي، كثير من الخدمات اللي راح تشتو راح يعني تطور ونعملها بمجلس محافظه، بالاضافه اليوم انه الحكومه دا تعمل وجاده بالعمل، لكن ايش تحتاج؟ اليوم رئيس الوزراء يحتاج الى ناس نزيهين نظيفين حتى يساعدوه على هذه المهمه والتركه الثقيله اللي تركتها الحكومات. شكرا جزيلا. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله تكونين عضو مجلس محافظه بغداد. اذا مشاهدي الكرام، فكروا زين، عندنا شخصيات عراقيه اصيله تصنع منجز على مختلف المستويات. فكروا ومن تختارون عرفوا لمن تختارون، ولا تتاخرون في يوم الانتخاب، تحركوا باتجاه تغيير الوجوه. انتظرونا بعد هذا الفصل. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامج أبشر، وشخصية أخرى تربوية أيضا، وإحنا بصراحة أنا ما عندي مشكلة أنه نلتقي بأكبر عدد ممكن من التربويين. ليش؟ لأن موضوع التربية والتعليم هذا السلك، ثقوا بالله، أهم مجال المفروض واحد يهتم به. أكيد المجالات الأخرى الصحية، الصناعة، الزراعة كلها مهمة، لكن التعليم أساس نجاح المجتمعات. فبالتالي باسمكم نرحب بالست. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم؟ عيني شلون صحة؟ الله يخليك، الله يحفظك. ممكن تعرفين نفسك؟ السيدة أسماء عبد الكريم شهاب القندل تشيلة عبيدي، مواليد 1972، أبشر يا عراق، قائمة أبشر يا عراق. تسلسل؟ تسلسلي 69. شربت شنو القندل شي؟ القندل شي أنه أجدادنا كانوا يعني يضيئون قناديل أبو حنيفة النعمان. أها، فلذلك يسموه القندل شي. فأبن عن جد من الأهل العظمية. نشرف 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 نشرف. بالتالي أنت تربوية. واللي يشتغل بسلك التربية تكون عنده أيضا معاناة كثيرة، فخلنا نبدأ من المعاناة. إحنا المعاناة هنا أقسمها إلى قسمين. معاناة تخص الطالب ومعاناة تخص التدريسي. زين. نجي إحنا الطالب عندنا ديعاني من ضغوطات، لا سيما بهاي آخر الفترة. إنه قبول الطالب مبالغ رمزية أو عينية أو جلب أثاث للمدرسة. لحظة، قبول الطالب بمبالغ؟ يعني يدفع فلوس من بعض الادارات؟ بعض الادارات، احنا ما نريد يعني لا تذكرين، لا بس هي حاله انت مأشرتها قوليها. طبعا. زين، هذا الطالب اول تالي يعني راح حتى ينقبل يجيب تخم مثلا مال هيك اثاث للجسمه المدرسه؟ لا مو لهالدرجه، يجيب يعني طابعه او ماطور ماي، او هي المديره تقوم بجمع المبالغ بسبيل تعمير المدرسه يعني. طبعا هاي بتصير بالمدارس الحكوميه.
طبعا. لذلك يلجأ الطالب وين يروح؟ يروح للمدارس الأهلية. يقول لك أنا أهلية وقاعد وأعداد طلبة ونظيفة وهذه الحالة. زين نجي الحالة الأخرى أنه هاي الحالات بالعظمية ها؟ طبعا بالعظمية. مو بس بالعظمية هي يعني أنت مأشرتها هنا. زين احنا نجي بحالة أنه توفير القرطاسية. القرطاسية وين؟ نداوم شهر شهرين. أيضا احنا لازم بالعطلة محضريها. الكتب ماكو مو القرطاسية. كتب ماكو. مناهج ما توزعات. فاحنا بالنسبه لنا يعني نركز على هاي الشغله انه نوفر القرطاسيه والكتب والمواد المنهجيه ايضا للطلاب. زين انت كمديره مدرسه قدرتي توفرين الكتب هاي السنه بدايه هاي السنه؟ سلمتي كتب لكل التلاميذ؟ نعم الحمد لله. احنا يعني لانه احنا مهني بالنسبه لي يعني مهني. مو اكاديمي ادبي وعلمي انما مهني. يعني فضل السيد المدير العام السيد محمود المالكي وفر لنا القرطاسيه وبوجبتين استلمنا. لحظه مهني يعني بالضبط ممكن توضحي لنا يعني شنو المهني؟ احنا قسم التجاره اللي هو المحاسبه والفنون التطبيقيه. اللي هي شنو؟ اللي هي المحاسبه اني اخلق فئه يعني تخدم المجتمع. شلون يطلع ماخذ له مهنه يعني هذا بالنسبه ما يخالف بس وضحي لنا بالضبط. نعم. المهنيه. نعم. قلتي تجاره. تجاره اول مره. وبعد شنو؟ وفنون تطبيقيه. اللي هي شنو بالضبط؟ اللي هي فصلي لي. نعم. بالنسبه للمدرسه احنا قسم تجاره اللي هو المحاسبه. زي. قسم الفنون التطبيقيه. خوش. انا من اجي اخرج هذول الطلاب اخلقهم يعني عناصر عمل للمجتمع. زين. ليش؟ لأنه هذا خريج المحاسبة عنده فترة تدريب صيفي صف الرابع والخامس. وين يتدرب؟ يتدرب بالمصارف الحكومية. جيد. أو بالضريبة. عندي طالبات دامة. وكذلك نشوف الرغبة بهذني المكانين على التطبيق الصيفي لطلابنا. زين. يعني عندهم خبرة بالقيود المحاسبية بالتقارير المالية. زين هذا من راح يتخرج راح يخدم المجتمع. أنا أجي صراحة أعالج حالة مجتمع. يعني شريحة كبيرة. شريحة كبيرة من المجتمع. الدولة ما تقدر تعين الكم الهائل. يعني عندي أعداد هائلة من خريجين الكليات. زين. دبلوم. زين. معاهد. زين. فأني من أجي لازم هذا من راح يعني راح يتخرج الطالب راح يخلق فرصة عمل لنفسه بإقامة مشاريع صغيرة. ممتاز. من راح تنخلق مشاريع صغيرة إليه. يصير شغل يصير كذا يطور نفسه كذا راح يرتفع. زين الأقسام الأخرى شنو؟ الأقسام الأخرى. احنا الاقسام هسه لو تسمع بيها تتعجب عليها والله. شنو؟ تبريد وتكييف. لطيف. تصليح سيارات. اجهزه طبيه انفتحت لنا وخصوصا هسه للبنات اجهزه طبيه ايضا انفتحت. قسم تصليح وصيانه الحاسوب. تجميع وصيانه الحاسوب. هذول اذا طلعون عندنا طلاب من الاوائل تقبلهم الكليات الاساسيه اداره اقتصاد جامعه تكنولوجيا هندسه. مجموعه طبيه. عندنا كذلك قسم السياحه. زين ايضا يخدم يا شريحه السياحه. احنا هسه نشوف العراق مقبل على ما شاء الله وفود سياحيه من مختلف الاقطار. سياحه اذا نجي دينيه او السياحه الترفيهيه. الدينيه تلعب دور كلش كبير عندنا. من راح اخلق هذول الاجيال انا من راح اكونهم يعرفون شلون يتعاملون ويا كل هاي شلون راح يتعاملون وياهم. وبالتالي راح تنخلق منفعه اقتصاديه للفرد. بالتالي ايش راح يصير؟ زين هاي المدارس المهنيه عندنا موجوده بكثره بالعراق لو قليله؟ لا موجودة. موجوده. احنا سابقا ايش كان الطالب نقبله على الانسيابيه. هسه الطالب ايش صار بكيفه يروح علمي ادبي. فش صارت اعدادنا قليله. لكن بهذه السنه صارت عندنا قرارات خدمتنا. مثلا المتلكئين صف السادس علمي او ادبي يجي يتحول انه عندنا هسه الدور الثالث اللي نشحوا صف الثالث متوسط سمحنا لهم انه ينقبلون مدارسنا. انتم من المرحله منين تبدي؟ من صف الرابع خامس سادس. بس احنا شو نقول اول ثاني ثالث. الاوائل مالتكم وين يروحون؟ الاوائل الكليات التعليم العالي والبحث العلمي راسا يقبلهم. ممتاز. يعني هالسنه 10 طالبات من مدرستي انقبلوا جامعه بغداد كليه الاداره والاقتصاد. لطيف. يعني ابو العلمي والادبي يجيب معدل وعالي جدا يلا ينقبل بالاداره والاقتصاد. انت قد معدلاتهم من قبله؟ يعني 80 79. يعني صعود يعني 75 قابلهم بالصباح. الامتحان مال الصف السادس هم وزاري مو؟ طبعا وزاري ضمن التعليمات الوزاريه. زين عفوا ست تشجعين انت المدارس. قبل احنا كانت عندنا درس اسمه مهنيه. نعم. لو نجاره لو كهرباء لو حداده.
وهاي طبعا هم هاي بصف ثالث متوسط وثاني متوسط لحد انا اتذكر، فما اعرف هاي المدارس بعدها موجود هذا الدرس بهاي المدارس لو اللغه الصور اللغه بالاكاديمي، لكن احنا عندنا بهاي المدارس بالمتوسطات اللغه، لكن بمدارسنا احنا المياني اكو قسم التجاره، قسم الحداده، قسم السباكه، تصليح وصيانه السيارات والمكائن. ممتاز. بيه طلاب هو؟ بيه طلاب نعم. والله ضروري مشاهدي الكرام في اليوم نصور يعني بصراحه يعني حتى شنو نسلط الضوء. بالتالي مشاهدي الكرام يعني في يعني هاي تركيا أنا شفت أكو مدارس يسموها مسلك تنمي قدرات التلميذ اللي يعني مثلاً ما يحب الدراسة وكذا لكن يحب الحدادة النجارة ما أعرف شنو هاي الأمور اللي يشتغلها بالإيد، والتالي تطلع أجيال حرفيين إحنا بحاجة لهم. هذا اللي يدرس هاي الحرفة يكون يعني إنسان دارك واكاديمي، وبالتالي راح يطبق الدراسه مالته على الواقع يكون فشي بيرفكت. على كل نكمل سد بالنسبه للمشاريع بعد شنو هسه احنا راح نجي للمشاريع. المشاريع انه قلنا اولا نعالج هواي حالات. لا قبل المشاريع انت حضرتك تربويه ويعني يمكن اختصرتي بعض المشاكل ما قلتيها كلها حتى ربما لا فلان يزعل ولا تمام مو مشكله، بس مع ذلك أنت رشحتي كعضوة مجلس محافظة بغداد، هذا قرار أيضا مو سهل. ليش رشحتي تكونين عضو مجلس محافظة بغداد؟ تعرف إحنا المعضلات اللي صارت للسنوات السابقة والأخطاء إحنا لازم نعالجها، يعني لازم ننهض من جدة وجديد. زين أنا عندي هاي المشاكل واللي استفحلت بمجتمعنا خصوصا على التربية. زين فمن قررت أرشح إنه بادرت بعدة حلول. احنا هسه بهذه السنة ما كان لازم يكون معاهد أهلية كذا يعني إلا بموافقات وكذا، فمن مقترحاتي انه اني اجيب المدرس انطي معلومات اشجع على التدريس ولكن مو التدريس الخصوصي، يعني اقيم معهد للتدريس الطلاب مجاني. ليش؟ يعني أنا مو خصوصاً إحنا هذا مجتمعنا وبهذا الوقت الكل يعاني الفقر، ترى الطبقات صارت مختلفة عندي. مو بس يشوف الكل يريد العلم. الكل يريد العلم وهذا بدنا نشوفه، بدنا نشوف جشع المعاهد الأهلية وجشع بعض المدرسين، فأنا أريد أحدها، من أريد أحدها أجيب للطالب يا ريت يعني هي وزارة التربية تعطي موافقات للمدراء إنه يفتحون معاهد ولكن مجانية، بس مقابلها شنو؟ المدير يكيف اذا يجي شكر من المدير من الوزير العفو، يكيف اذا اجى تصحيح بالكنترول. زين هسه راح نجي على جانب ثاني. نجي احنا ست العفو، ولكن انا البارحه بالصدفه تعرفت على تربويه دفدت سولف دتحكي وكذا تقول فلان اللي هو في مركز متقدم في احدى المديريات عنده مدارس اهليه وعنده ما اعرف شنو، فهذا الكلام تماما يعني ما اعرف الموضوع صار ببزنس وفلوس وكذا والناس قامت تفكر بغير طريقه، ما اعرف امامكم مسؤوليه كبيره بالتالي المفروض يعني احنا بدنا نشوف مصلحه خاصه. بالضبط. ما عندي مصلحه عامه. انا من جاي هسه لازم اسوي مصلحه عامه، مصلحه العامه اللي تسوين انت معاهد تقويه مجانا للطلاب. نعم. الاساتذه منين تعطيهم فلوس؟ انا ما اعطيهم فلوس. الاستاذ كيف انه يحصل على كتاب شكر؟ كتاب شكر؟ اي كتاب الشكر ما يخالف، واذا هو راتبه 800,000 دينار وين يوديها؟ 800 خير وبركه. ما تكفي شفت؟ لا بصراحه استاذ احنا ايش عندنا؟ عندنا اذا بيته ايجار، اذا عنده طلاب، اذا عنده مولده، اذا عنده كلياتهم بيوتهم ايجار. ما يخالف لا لا احنا نحاول نحكي منطق ست. الله يحفظك، نحاول نحكي منطق. اليوم المدرس راتبه قليل. فيضطر ياخذ خصوصي لأن يريد يعيش، يريد يصير عنده سيارة، يريد عنده أولاد بالكلية، يريد ربما ما يقدرون كلية حكومية أهلية، بالتالي هاي أقساط وشي مرتبط بشي، تمام لا مو تمام؟ فيعني ما اتفقوا وياك بهاي النقطة. ليش؟ مدرس تجيبيه تخليه يفتح ده. ما أجبره. اسمحي لي، لازم أكو دعم له. أكو صدقة العلم. ما يخالف وياك. صدقة العلم. وياك ما يخالف، على عيني وراسي، ما يخالف.
زكاته العلمي نشره منتهي من هذا الموضوع. نعم. ولكن اكو شيء اسمه بالمنطق، انا المدرس اللي اجيبه حتى يعطي للطلاب محاضرات مجانيه المفروض ادعمه ماديا، افكر مثلا في مبلغ معين يفيده من خلال ما اعرف يعني استقطاعه من التلاميذ الجايين، ما اعرف شلون شنو الاليات ما اعرف، بس حتى يشجع يقدر يشرح زين. هذه الفكره صار مشروع هوش مجلس المحافظة ويقدم مشاريع ربما ترصد مبالغ مثلا راح تجي الموافقة من وزارة التربية مثلا طبعا بعد مناقشة راح يجيب مستشارين ويقعد ويسولف بها الشغلة أكيد راح يتوصلون بمبالغ عينية رمزية مثلا بس مو قليلة رمزية. لا مو قليلة يعني بس حتى مثل كراوي كذا البنزينات إذا عندك كذا مو إحنا إيش نجي نجي الطالب من يسمع مبالغ رمزية أو شبه مجانية راح يجي أكبر عدد يشجع أنه يجي يشجع ويجيب جماعته ويجيب أخوته وكذا زين. الهدف من هذا أنه رفع من قابلية الطالب ومستوى العلمي مستوى العلمي لا يتهرب لأن أنت الطالب هنا بالمدارس بكل شعبة شقد قاعد 40 ما يلحق 30 ما يلحق أكو قابلية الطلاب أنهم قاعد يشرح ويا عدد من مجموعة من الطلاب ما يفهم بعد شنو عندك أفكار؟ والله عندنا أفكار أنه بالنسبة للمدرس يعني نظام حماية المعلم والمدرس باعتباري أني نقابة المعلمين ولحد هذه اللحظة نطالب بقانون حماية المدرس يعني شلون يحمون من شنو يحمون احنا مو كل العوائل تفهم وتقدر نجي نعاني من بعض الأولياء إذا تجي تحاسب البنية أو الولد راح يجي بمشاكل تهديد توعيد مد إيد يعني هاي إحنا أنا خباني صايرة وياه يعني أكثر من مرة زين من يجي قانون صارم لهذه الحالة زين راح ينتهي كل شيء زين شو صرفتي؟ والله أنا اللي صرفته كان عندي مشرف الله يرحمه بوقتها يعني توفى بلغنا مركز الشرطة وصارت دعاوي وانتهت بسنة كاملة يعني فالمدير ما المفروض أنه يعني يعوف المدرسة ويروح بدعاوي كذا تجي لجنة خاصة الحماية المعلم زين مو المفروض أكو شرطة بالمدرسة يعني واقفين بالباب يحمون المعلمين الطلبة كذا ما يخلون أحد يدخل ما يخلون أحد يعتدي وين دورهم زين أنا هسه من جاي هو حارس من تجي امرأة تتجاوز او الصيد منعها من الدخول المفروض موعد ابسط شيء حتى لو يعني اذا تريد تفوت تدمالك يجرها همينة تقاوم مع شارين او من هذا القبيل فاحنا نريد نحد من احنا من نجي نبني الدولة شنو على اي اساس قانون والتربية تمام من راح اوضع قوانين لاي اي حالة ما حد ما راح يقدر يتخطى هذا عندي ترافيك لايت عبر المواطن الضوء الاحمر قانون عندي يتغرم عندي الطالب ولي الأمر الثاني دانطيهم تعهدات يقروها ولي الأمر يوقع على تعهد شو مكتوب التعهد؟ تعهد ما يخالف الطالب أنا بالنسبة إلي طالبات ما يخالفون ما يجيبون تليفونات للمدرسة الكلام البذيء إحنا أول شيء نتصل بولي الأمر ويكتب لنا تعهد خلاف ذلك راح ينقل الطالب زين أو تعرف إحنا همين عندنا قوانين إنه تتلو للقوانين تتلو الحمد لله جاي. الحمد لله يعني إحنا كانت عندنا معاناة سابقة ولكن هاي السنة والعام لا الحمد لله إن شاء الله بعد هاي الفترة إن شاء الله نجي نصور حلقة خاصة على دورك وشنو الخدمات اللي تقدميها بالمدرسة مسؤولياتك أدخل بالصف أشوف شنو جد تعلموهم كتبهم استيعابهم للمادة طريقة تفاعلهم أتمنى لك طبعا كل التوفيق إن شاء الله تكونين عضو مجلس محافظة بغداد إن شاء الله ولو ما شفنا لك أي فليكس يعني ما أدري ليش مخالي لحد الآن شنو السبب بعد موسى يلا خش بالتوفيق إن شاء الله إذا مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج أبشر ذكرت ست أسماء الكثير من النقاط المهمة حقيقة واللي أتمنى أنه طبعا مسألة هيبة المعلم والحفاظ على حياته واحترام المعلم هذا واجب مقدس على الجميع يعني بصراحة ما يصير واحد يتعامل وياه هذا معلم هذا إنسان تعبان على نفسه ودي يربي أجيال شنو معناته أنه تجي أسرة أب أو أم مراضية لأن والله ما منجحين ابنها أو بتها تتعارك بين المدرسة والمدرس وسنة كاملة مثل ما قالت ست أسماء المدير يروح يراجع قضايا ويا مركز الشرطة وما أعرف شنو قال القاضي وحكي ما أعرف منو هو المفروض يركز بالما ويا المعلمين ويا المدرسين ويا الطلبة ويا احتياجاتهم ويا الدرجات يشجعهم على القراءة خو مو يقعد يسد مشاكل وين دور وزارة الداخلية بهاي الجزئية اللي هي ما تخلي اي احد يدخل وبعدين شكو جاي اكو موعد تتصل اكو جهه معينه مثل ما يصير بغير دول
ياخذ موعد من المدير يريد يشيك ابنه او بنته هيك، مو ياهل يجي يدخلوا هيك هوسه مدرسه لها هيبتها. على كل قرارات وقوانين انتظرها من مجلس المحافظه ومن الجهات المعنيه انه يقدمون الكثير الكثير. بغيت النهوض بواقع العراق، احنا ما نريد نحكي بس كلام دارج وحكي شعارات على الشارع والنظافه والنظاف حافظ على نظافه مدينتك وارمي الاوساخ بالمدري وين مثل ما شفنا قبل شويه وهي المنطقه كلها صايره مقلوبه راسا على عقب. ما يصير هيك الشكل، هي تطبيق. سووا الغرامات، يلا سووا الغرامات. والله يمكن بالغرامات تنجح الامور كلها. تختلف. على كل انتظرونا في حلقات اخرى من برنامج ابشر. وإن شاء الله حياتنا كلها بشرى وإبشر يا عراق.